بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة عندنا مباراة هامة جدا، مباراة مؤجلة من الأسبوع 29، مباراة النادي الأهلي ضد نادي النجوم. مباراة مهمة، ثلاث نقاط يسعى النادي الأهلي فيهم لتصدر جدول الدوري العام منفردا إن شاء الله بعد هذه المباراة. طبعا في مباريات أخرى وفي مباريات بتقام حاليا، هقول لحضراتكم على كل هذه المباريات وعلى نتائج هذه المباريات، ولكن كل جمهور النادي الأهلي ينتظر مباراة النجوم، ينتظر ماذا سيحدث في هذه المباراة. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم امبارح، ناس كتيرة جدا شايفة أن المباراة دي سهلة. المباراة عندنا ست مباريات قادمة بداية من اليوم، زي ما كنا متفقين مع حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت، 8 مباريات هم دوري خاص، 8 مباريات عدى منهم مباراتين، مباراة المصري ومباراة نادي طلائع الجيش. الحمد لله ربنا كرمنا بست نقاط في المباراتين الأخيرتين، سواء 3 نقاط أمام النادي المصري وثلاث نقاط أخرى أمام نادي طلائع الجيش. كالعادة الحقيقة أبطال الدقيقة 90 نجحوا في الثواني الأخيرة أن هم يجيبوا 3 نقاط هامة جدا. النهاردة بداية مرحلة أخرى أو بداية 6 مباريات، بدايتها من اليوم، بعد كده إن شاء الله عندنا مباراة يوم السبت القادم أمام سموحة، وبعد كده تتوالى المباريات. النهاردة إن شاء الله الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي، إيه اللي هيحصل في مباراة النهاردة. كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي زي ما قلت لكم، وزي ما دايما متعود أن أنا أتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع، هناك 3 نتائج في كرة القدم، الفوز والتعادل والهزيمة. الثلاث نتائج دول دايما لعيبه النادي الاهلي بيسعوا لشيء واحد فقط وهو المكسب. بتسعى للمكسب ازاي؟ من خلال بذل اقصى مجهود جوه الملعب، حتى لو الحكم ظلمك شويه، وطبعا بيبقى الظلم غير مقصود، يعني خلينا نقول دايما كده ان الظلم دايما بيبقى غير مقصود، زي المباراه اللي فاتت كده، ضربه جزاء لم يتم احتسابها، فضلت معلقه المباراه لغايه الدقائق الاخيره، لغايه لما علي معلول الحقيقه قدر ان هو يحرز هدف المباراه. طبعا الهدف اللي انا بتكلم عليه او ضربه الجزاء اللي انا بتكلم عليها ضربه جزاء بتاعت رمضان صبحي اللي رجع منها، ومحمود عاشور الكابتن محمود عاشور الحكم الدولي حسبها من خارج منطقه الجزاء. ولكن الحمد لله عدت المباراه، والكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي في هذه المباراه. المجهود، الاصرار، العزيمه هو سلاح النادي الاهلي في المباريات القادمه. النتيجة دي بتاعت ربنا، ولكن كل واحد من اللاعبين اللي موجودين أو من العشرين اللي موجودين في القائمة، هنقول لحضراتكم بعد قليل التشكيل، وهنقول لحضراتكم كيف سيلعب مستر مارتن لاسارتي في هذه المباراة، ولكن مجهود اللاعبين، إصرار اللاعبين، عزيمة اللاعبين على الفوز هي اللي هتخليهم إن شاء الله يكسبوا هذه المباراة والمباريات القادمة. إن شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراة النهاردة هنبتدي بقى نحط المباراة دي على جنب ونفكر في الخمس مباريات القادمة. الخمس مباريات القادمة هيبقى ليهم وضع خاص وليهم شكل مختلف، لأن طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وكل سنة وحضراتكم دايما بخير، وكل سنة ودايما حضراتكم مبسوطين وفرحانين. شهر رمضان هيبدأ إن شاء الله، غالبا هيكون بكرة أو بعده، لسه لم يتم الإعلان عن هذا الموضوع، لكن بكرة إن شاء الله غالبا هيكون رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. بيبقى رمضان له وضع خاص في المباريات، المباريات دايما بتبقى بالليل بعد الفطار، في وقت بيكون ما بين الفطار وما بين المباراة بتبقى المباريات صعبة، ولكن في النهاية كل الأمور لازم تعدي، كل الأمور لعيبة النادي الأهلي لا تفكر إلا في شيء واحد فقط وهو كيفية الفوز في المباريات القادمة. مش هنتكلم عن المباريات القادمة، ولكن خلينا في مباراة اليوم، مباراة مهمة، مباراة بثلاث نقاط، أول الدوري العام المصري بيلاقي آخر الدوري العام المصري. زي ما حضراتكم عارفين النجوم بنسبة كبيرة جدا، بنسبة قد تتعدى 90% تأكد هبوطه، طبعا لسه في 10% أو أقل شوية هيلعب عليهم نادي النجوم النهاردة. لو نادي النجوم اتغلب النهاردة هيبقى من الصعب جدا جدا أن هو يظل في الدوري العام المصري، عشان كده أو من هنا بتأتي صعوبة هذه المباراة. مش عايز حضراتكم تفكروا أن هي مباراة سهلة، كل المباريات، أنا آسف أن أنا بكرر هذا الكلام، ولكن هي دي الحقيقة، كل المباريات مباريات صعبة، كل المباريات الكل عارف قد إيه بيبذل فيها مجهود كبير جدا جدا جدا. النهاردة 3 نقاط، نتمنى إن شاء الله أن النادي الأهلي يستطيع أن يحرز 3 نقاط. زي ما حضراتكم شايفين على الجزء الآخر من الشاشة، ده لاعبي النادي الأهلي في فندق الإقامة، ومنذ قليل طبعا عشان رايحين تقريبا يتغدوا، وبعد كده رايحين للمحاضرة الفنية، اللي من خلال المحاضرة هيكون التشكيل الرئيسي أو التشكيل الأساسي اللي هيلعب في هذه المباراة. المباراة دي النهاردة بتقربنا خطوة
من الدوري العام رقم 41 أو إن شاء الله الحصول على الدوري العام رقم 41. الخطوات اللي جاية إن شاء الله 6 خطوات قادمة بدايتها النهاردة. الخطوة الأولى في مباراة النجوم، وكل شوية هقول لكم وكل شوية عايز أقول الكلام ده، لأنه أنا وأنا جاي وأنا رايح وأنا قاعد هنا وأنا قاعد هنا ناس بتقول لي يا عم ما خلينا بس نعدي مباراة النجوم دي، مباراة سهلة وهنكسبها وبعد كده نفكر في المباراة القادمة. لا، مباراة النجوم من وجهة نظري مباراة صعبة جدا جدا جدا، لأن اللاعبين اللي بيلعبوا في فريق النجوم لعيبة محترمة معاهم جهاز فني محترم وجهاز فني جديد، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني المتواجد حاليا في فريق النجوم إن هم يكملوا السنة الجاية، وبالتالي اللاعبين كلهم عايزين يثبتوا للجهاز الفني إن هم يقدروا يكملوا معاهم في الموسم القادم حتى لو في الدرجة الممتاز به، ولكن عندهم غرض، عندهم هدف، عندهم عايزين يعملوا أي حاجة، عايزين في آخر مباراة الناس هتشوفها من خلال التلفزيون أو طبعا لأنه هيلاعب النادي الأهلي، الناس كلها أو اللاعبين كلها كلهم مستنيين هذه المباراة، لعيبة النجوم مستنيين هذه المباراة عشان يقدموا التابلو الأخير الحقيقة في الدوري الممتاز هذا الموسم. عشان كده هتبقى مباراة صعبة زي ما اتفق نجومنا امبارح الكابتن عادل طعيمة وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن ماهر همام، ان المباراة دي اهم حاجة فيها ان شاء الله ان انت تحرز هدف مبكر. وليد سليمان يلعب، رمضان صبحي يلعب، ال11 اللي هيلعب بيهم مستر مارتن لاسارتي كلنا ثقة كبيرة جدا فيهم وعارفين ومتأكدين ان شاء الله ان هم هيقدروا يعملوا حاجة في هذه المباراة، يبذلوا المجهود اللي مطلوب منهم، وسواء من الناحية البدنية او من الناحية الفنية اللي مطلوب منهم من المدير الفني، علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ناخد ال3 نقاط. طيب، دايما روح الفانيلا الحمراء ليها، والكلمه دي دايما بتزعل ناس كتير او مش بتزعل ناس كتير، يقول لك يا عم هو ايه روح الفانيلا الحمراء اللي انتوا بتتكلموا عليها دي؟ هو ما فيش غير روح الفانيلا الحمراء اللي بتتكلموا عليها دي؟ احنا دايما متعودين على كده، وللاسف الناس اللي ما لبستش، او مش للاسف هو يعني الظروف بتبقى كده، ان الناس اللي ما شافتش او ما لبستش تيشيرت النادي الاهلي ما تعرفش يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، ما تعرفش ان الفانيلا دي والجمهور اللي ده بيبقى دايما في المدرجات او حتى الجمهور اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون بيبقى، احنا عندنا 70 80 مليون اهلاوي بيشجعوا النادي الاهلي، 70 80 مليون دول بيبقوا روحهم في الفانيلا الحمراء، وبالتالي روح الفانيلا الحمراء دي بتبقى واخده 70 80 مليون، اللعيب اللي بيبقى لابس الفانيلا الحمراء بيبقى عارف معنى هذه الفانيلا ومعنى المجهود اللي لازم يبذله عشان يكسب المباريات اللي بيلعبها، مش بتكلم على مباراة اليوم ولكن انا بتكلم بشكل عام ان روح الفانيلا الحمراء دي هنفضل نتكلم في هذا الموضوع وهنفضل نقول هذا الموضوع. انا عارف ان هو في ناس بتقعد تتريق وبتتكلم كلام مش مظبوط، ولكن في النهايه خلي اللي يتكلم يتكلم وخلي اللي يقول يقول. احنا دايما انا قلت لكم كلمه الحقيقه منذ وجودي هنا في قناه النادي الاهلي، قلت لكم من اخيرا يضحك كثيرا، هو ده اللي احنا عايزينه او هو ده اللي احنا بنفكر فيه، ازاي نصل الى نهايه المطاف ومعانا ان شاء الله بطوله كل جمهور النادي الاهلي ينتظرها، كل جمهور النادي الاهلي مستني ماذا سيفعل النادي الاهلي في هذه المباراه. طيب، زي ما حضراتكم شايفين ده لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني في اتجاههم للمحاضره الفنيه، ان شاء الله بعد كده ان شاء الله هيروحوا ل بعد كده ان شاء الله هيروحوا لملعب المباراه مارتن لاسارتي والمترجم اعتقد وبقيه اللاعبين هيكونوا متواجدين امام حضراتكم حالا. طيب، خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراه، او خلينا ناخد كريم احمد يطمنا كالعاده الحقيقه على فريق النادي الاهلي وماذا فعل فريق النادي الاهلي النهارده في فندق الاقامه. يا كريم ازيك؟ اتفضل يا كريم. شكرا ليك كابتن اسلام الشاطر، شكرا لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه طبعا بنقول رمضان كريم، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير، وكالعاده يكون شهر رمضان شهر خير وسعاده على كل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري بالكامل. كالعاده زي ما جمهور النادي الاهلي بيتابعنا من خلال ملعب الاهلي كواليس المباريات بطوله الدوري العام البطوله الافريقيه، مباراه مهمه النهارده وغايه في الصعوبه كالعاده كعاده كل المباريات، مؤجله من الجوله 29
نادي النجوم والنادي الاهلي على استاد بيترو سبورت في تمام الساعه 7 مساء. مباراه كان استعد ليها النادي الاهلي بشكل كبير خلال الايام الماضيه بدون راحه نظرا لتلاحم المباريات الكبير، لكن الامور المهمه واللي يمكن حابين نتكلم عليها كابتن اسلام في التدريبات الاخيره لمستر مارت لاسارتي المدير الفني، اكثر من فقره تدريبيه مميزه ويمكن يدل ان يمكن لعيبه النادي الاهلي عندها جديه واصرار ان يبقى في تلافي للاخطاء، يعني اهدار الفرص اللي كنا بنشوفه خلال المباريات الماضيه، تسديد على المرمى والهدف الرائع لعلي معلول دايما بنشوفه في التدريبات، في كل تدريب بيكون في فقره تدريبيه. التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي كان في تصويب على المرمى، الكروسات، التغطيات العكسيه، التمركزات، كل ده الراجل بيشتغل عليه بشكل كبير مع كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، الجهاز الفني بالكامل لتلافي الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في المباريات الماضيه. واكيد فنيا الوصول الى المرمى بيبقى امر مهم، لكن الاهم ان يبقى في فينش، واهم حاجه الفينش طبعا لكل اللاعبين. ازارو كان بيشارك، صلاح، محسن، مروان طبعا كالعاده عارفين ان هو لسه كان اول تدريب يشارك فيه امس، لكن في شغل كبير تدريبيا وفنيا داخل المستطيل الاخضر لان في المباراه الامر بيكون مختلف بشكل كبير جدا. لكن كمان لو بنتكلم على قائمه فريق النادي الاهلي اللي تم اختيارها من الجهاز الفني، 20 لاعب يدخلوا هذه المباراه، حراسة المرمى الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، صالح جمعة، عمرو السلية، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايه، جيرالدو، وليد أزارو، وصلاح محسن. أكيد طبعا الحمد لله على السلامة شريف إكرامي واحد من الحراس المميزين وكابتن من كباتن فريق النادي الأهلي يشارك النهاردة إن شاء الله في القائمة. أكيد طبعا الفترة اللي فاتت غاب بشكل كبير جدا عن المباريات والتدريبات، شد السمانة خد منه وقت شوية، لكن خلاص شفناه في تدريب الأمس وأول أمس بيعلن جاهزيته إن شاء الله لفريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة. جيرالدو كمان عايزين نأكد على جاهزيته بعد الكدمة والصدمة الكبيرة جدا في المباراة الماضية، طبيب النادي الأهلي والجهاز الطبي اشتغلوا عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية وخلال الأيام الماضية بالتحديد، بيعلن أيضا كمان جاهزيته لهذه المباراة، ولكن كالعادة تبقى الرؤية الفنية لمستر مارت لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي. على الجانب الآخر عدد كبير من الغيابات في مسميات عديدة، مسمى فني ومسمى تأهيل ومسمى أيضا كمان للإصابات، لكن لو ببدأ معاك بفنيا حسام عاشور، مروان محسن، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، باسم علي، حمودي، إسلام محارب، محمد شريف، ومحمد نجيب. بين قوسين أن أحمد الشيخ يمكن ما عندوش إصابة قوية لكن هو عنده نزلة برد، لكن أكيد كان في طبعا من الجهاز الطبي أن يكون أحمد مش متواجد في تدريب الأمس وأيضا كمان في قائمة مباراة اليوم. بشكل عام يا كابتن اسلام الاجواء كلها اجواء مميزه، التشكيل طبعا المتوقع اللي احنا يمكن بنحاول ان احنا نقراه في التدريبات الاخيره، يمكن في حيره في الاطراف، لكن لو بنتكلم على خط الظهر حراسه المرمى احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، وحمدي فتحي، وعمر السلية، وفي حراسه المرمى الشناوي، وفي الهجوم وليد ازارو، وتحتيه صالح جمعه. لكن على الاطراف ممكن نشوف وليد سليمان، رمضان صبحي، ممكن نشوف الشحات، جيرالدو، ممكن نشوف تغيير في الاطراف، لكن يمكن نقدر نقول ان خلاص هيبقى في اضيق الحدود لعيب او اثنين هم اللي هيكونوا متغيرين النهارده في مباراه اليوم. جيرالدو ممكن يكون في تفضيل لراحته والدفع بيه حسين الشحات، لكن اكيد مجرد وصولنا لملعب المباراه واعلان التشكيل بالكامل هيكون من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي، تشكيل الفريقين، الاجواء الخاصه باستاد بيترو سبورت، ارضيه الملعب كالعاده نتكلم عليها ونشرح كل الاجواء ان شاء الله في حين وصولنا الى استاد بيترو سبورت. كالعاده من ايضا من خلال الكابتن اسلام بنوع كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون مباراه النهارده تليق باسم النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي تتمثل في روح الفانيله الحمراء الجديه والقتال حتى اخر ثانيه، وان شاء الله باذن الله تكون نقاط هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. طيب شكرا جزيلا كريم، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا دايما بنحاول نلاقي اللي بيبقى فيها لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. خلينا بقى نروح نستعرض جرافيك هذه المباراه. طيب مباراة اليوم النهاردة 5 مايو 2019 النادي الأهلي بيلاقي نادي النجوم، مباراة مؤجلة من الأسبوع 29. النهاردة في مبارتين زي ما حضراتكم عارفين، مباراة ستقام في تمام الساعة 5:30، نادي بيراميدز سيلاقي نادي المصري البورسعيدي، مباراة من الأسبوع 30. أما المباراة الثانية مباراة النادي الأهلي والنجوم مؤجلة من الأسبوع 29. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: شريف إكرامي، والشناوي، وعلي لطفي، حمد لله على السلامة طبعا للنجم الكبير شريف إكرامي كابتن أو واحد من كباتن فريق النادي الأهلي، خط الدفاع محمد هاني، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول. أما خط الوسط
حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، صالح جمعة، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، وجيرالدو وجونيور أجايه. أما خط الهجوم وليد أزارو وصلاح محسن، ومارتن لاسارتي هو المدير الفني للنادي الأهلي. موقف النادي الأهلي والنجوم في بطولة الدوري العام المصري. النادي الأهلي لعب 28 مباراة، فاز في 20، تعادل في 4، خسر في 4 مباريات، تسجل 46 هدف، استقبلت شباكه 18 هدف، وعدد النقاط 64 نقطة، في المركز الثاني بنفس رصيد 64 نقطة مع نادي بيراميدز وبمباراتين أقل. هداف النادي الأهلي حتى هذه المباراة هو علي معلول نجم النادي الأهلي بـ6 أهداف. أما نادي النجوم لعب 30 مباراة، فاز في 5، تعادل في 10، خسر في 15، سجل 28 هدف، استقبلت شباكه 39 هدف، يملك 25 نقطة في المركز الأخير من الدوري العام المصري. وهداف النجوم صلاح أمين بـ11 هدف. الحمد لله، شكرا لله. توقيتات إحراز النادي الأهلي لأهدافه 46 هدف موزعة على 90 دقيقة. أول ربع ساعة في 90 دقيقة 4 أهداف، تاني ربع ساعة 7 أهداف، تالت ربع ساعة 7 أهداف، أول ربع ساعة في الشوط الثاني 6 أهداف، وربع ساعة ما بين الدقيقة 61 للدقيقة 65 9 أهداف، والربع ساعة الأخيرة 13 هدف. أما توقيتات دخول أهداف في مرمى النادي الأهلي 18 هدف أيضا موزعة على 90 دقيقة، هدفين في أول ربع ساعة، هدف وحيد في الربع ساعة الثانية، ثم هدف وحيد أيضا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني 7 أهداف، ومع الربع ساعة قبل الأخيرة هدف وحيد، والربع ساعة الأخيرة 6 أهداف. طيب توقيتات إحراز النجوم لأهدافه 28 هدف موزعة على 90 دقيقة، أول ربع ساعة 3 أهداف، تاني ربع ساعة 3 أهداف، ربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول هدف وحيد، ثم الشوط الثاني بالكامل الحقيقة بيحرز فيه النجوم حوالي 21 هدف من ال 28 هدف، 4 أهداف في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، 7 أهداف في الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني، و10 أهداف في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة. أما توقيتات إحراز أو دخول أهداف في مرمى نادي النجوم، مرمى نادي النجوم استقبل 39 هدف، 39 هدف موزعة كالآتي: أول ربع ساعة من عمر المباراة 8 أهداف، تاني ربع ساعة من عمر المباراة 4 أهداف، ثم ثالث ربع ساعة أو نهاية الشوط الأول 3 أهداف، مع بداية الشوط الثاني 4 أهداف، ومع ربع ساعة الثانية من الشوط الثاني 9 أهداف، الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة 11 هدف. إذن 24 هدف من 39 هدف، أكثر من النص تم إحرازهم في الشوط الثاني. المباراة القادمة لنادي النجوم في الدوري العام المصري هتبقى يوم الجمعة 10 مايو، مباراة مصر المقصة أمام النجوم في الأسبوع الـ 32، هتبقى في تمام الساعة 10 مساء. أما المباراة القادمة للنادي الأهلي هتبقى يوم السبت القادم 11 مايو، إن شاء الله هتبقى بقى طبعا في رمضان، أو هيكون عدى تقريبا 4-5 أيام على رمضان. هتبقى النادي الأهلي سيلاقي نادي سموحة في الأسبوع الـ 32، أيضا هتبقى في تمام الساعة 10 مساء. طيب حكام مباراة اليوم: حكما للساحة كابتن محمد الحنفي، 2 حكام مساعدين كابتن سمير جمال وكابتن محمود رضا، حكم رابع محمد الجلاوي، أما 2 حكم خامس محمود دسوقي ومحمد عباس قبي، ده الطاقم اللي هيدير هذه المباراة. المباريات المتبقية لكل فريق من فرق المقدمة. بالنسبة لنادي بيراميدز فاضل له 3 مباريات بعد مباراة اليوم طبعا. هقول لكم طبعا على نتيجة أول ما تبتدي المباراة، هقول لكم على نتيجة مباراة النادي نادي بيراميدز ونادي المصري. بعد مباراة النادي بيراميدز والمصري هتبقى 3 مباريات: وادي دجلة والنجوم وحرس الحدود، ده بالنسبة لنادي بيراميدز. بالنسبة لنادي الأهلي هيتبقى له 5 مباريات: مباراة الإسماعيلي وإمبي وسموحة والمقاولون العرب، ومباراة نادي الزمالك. أما نادي الزمالك فسيتبقى له 7 مباريات:
المباراة الإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي، سبع مباريات لنادي الزمالك. طبعا ده جدول ترتيبه قبل بقى الحقيقة قبل بس مبدأ جدول ترتيب الدوري العام المصري. عايز أقول لحضراتكم النهاردة طبعا في مباراة هامة جدا لنادي الزمالك في الدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية. نادي الزمالك فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل شيء هنا في القاهرة. كل الأمنيات الطيبة لنادي الزمالك اليوم إن هو يقدر يكسب ويقدر يصعد لنهائي البطولة الكونفدرالية. كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته اليوم أمام نادي النجم الساحلي، مباراة العودة. كلنا الحقيقة إن شاء الله تبقى مباراة يستطيع فيها نادي الزمالك أن يفوز على نادي النجم الساحلي ويصعد إلى المباراة النهائية. جدول ترتيب الدوري العام المصري، نادي بيراميدز في المركز الأول من 30 مباراة عنده 64 نقطة. النادي الأهلي أيضا في المركز الأول من 28 مباراة عنده 64 نقطة، فارق مباراتين ما بين الفريقين. نادي الزمالك في المركز الثالث من 27 مباراة عنده 60 نقطة. أما النادي المصري في المركز الرابع من 30 مباراة عنده 47 نقطة. نادي المقاولون العرب في المركز الخامس من 31 مباراة عنده 44 نقطة. أما نادي مصر المقصة في المركز السادس من 31 مباراة عنده 42 نقطة. والنادي الإسماعيلي في المركز السابع من 29 مباراة عنده 37 نقطة. والنادي الجونة في المركز الثامن من 31 مباراة عنده 36 نقطة. والاتحاد السكندري سيد البلد في المركز الثالث في المركز التاسع مع كابتن حلمي طولان ب 36 نقطة. ووادي دجلة مع تاكيس جونيس في المركز العاشر من 30 مباراة عنده 35 نقطة. والإنتاج الحربي اللي تراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة مع الكابتن مختار مختار المدير الفني في المركز ال 11 من 30 مباراة عنده 35 نقطة. وسموحة في المركز ال 12 وتحسنت النتائج بشكل كبير في وجود جهاز فني من مكون من الكابتن حسام حسن وبقية الجهاز الفني من 31 مباراة عنده 35 نقطة. المباراة القادمة إن شاء الله هتبقى النادي الأهلي مع سموحة، هتبقى مباراة صعبة جدا. المركز ال 13 طلائع الجيش مع مديره الفني لوك إيميل من 31 مباراة عنده 34 نقطة. وبترو جيت في المركز ال 14 أيضا تحسنت نتائجه بشكل كبير مع محمد عودة مديره الفني من 31 مباراة عنده 34 نقطة. وفي المركز ال 15 من 30 مباراة عنده 33 نقطة. وحرس الحدود في المركز ال 16 من 30 مباراة عنده 32 نقطة. وهنا بقى بيأتي الصراع على أشده ما بين طلائع الجيش وبتروجيت وإمبي وحرس الحدود، ومين فيهم اللي هيكون الطرف الثالث في ليكون الفريق الثالث في هبوط للدوري الممتاز به. في المركز ال 17 الداخلية من 31 مباراة عنده 27 نقطة وتضاءلت فرصه في البقاء في الدوري الممتاز. أيضا في المركز ال 18 النجوم في من 30 مباراة عنده 25 نقطة، أيضا تضاءلت فرصه بشكل كبير جدا في بقائه في الدوري الممتاز. قائمة هدافي الدوري العام المصري 2018-2019 أحمد علي كامل لاعب نادي المقاولين العرب، نجم نادي المقاولين العرب ب 17 هدف يغرد منفردا كأفضل هداف في الدوري العام هذا الموسم. خالد قمر نجم نادي الاتحاد السكندري في المركز الثاني ب 14 هدف. ومحمود علاء نجم نادي الزمالك في المركز الثالث ب 13 هدف. وصلاح امين نجم نادي النجوم اللي سيلاقي النادي الاهلي اليوم ب 11 هدف في المركز الرابع. وحسام سلامه باولو الداخليه في المركز الخامس ب 11 هدف. كهربا في المركز السادس من نادي الزمالك ب 10 اهداف. جون انتوي في المركز السابع من مصر المقصه ب 10 اهداف. اريك تراوري في المركز الثامن من نادي بيراميدز 10 اهداف. ابراهيم اناداي لاعب نادي وادي دجله 10 اهداف في المركز التاسع. شملس بيكلي في المركز العاشر من مصر المقصه ب 9 اهداف. طيب دي كانت اخر حاجه عندنا النهارده في الجرافيك. خلينا بقى نروح للصحف المصريه وماذا قالت الصحف المصريه عن مباراه النادي الاهلي ونادي النجوم. نبدا بجريده الاهرام. الاهلي في مهمه سهله امام النجوم وبيراميدز يصطدم بالمصري في سباق القمه. اليوم الاسماعيلي والاتحاد يعيدان الحياه الى كاس مصر في دور الثمانيه. زي ما حضراتكم شايفين
في الأهرام بيعتبروا أن المباراة النهاردة مباراة سهلة، ولكن يعني خلينا نتكلم بقى في هذا الموضوع بعد ما نكمل. أما عن الأخبار اليوم، الأهلي يواجه النجوم في لقاء القمة، والقاع عبد الحفيظ روح الفانيلا الحمراء سلاحنا، ورمضان السيد سنقاتل للبقاء في الدوري الممتاز. الأهلي طمعان في النجوم، الأحمر يتحصن ضد انتفاضة المنافس، ولا سارتي بيقول لا مجال للتهاون لحصد اللقب. ده بالنسبة أو ده عنوان الأخبار المسائي عن مباراة الأهلي والنجوم. أما من الجمهورية، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 29، الأهلي في اختبار جديد أمام النجوم العنيد. وفي جريدة المساء، في المواجهة المؤجلة من الجولة 29، الأهلي يسعى لإسقاط نجوم رمضان. لاسارتي أعد سيناريو الفوز للتربع على القمة، والمنافس طمعان في نقاط المباراة. أما من جريدة الوطن، الأهلي يواجه النجوم في صراع القمة والهبوط بالدوري. جيرالدو جاهز للمشاركة، لاسارتي يحذر لاعبي من الاستهانة، تعليمات خاصة للمهاجمين، ورمضان السيد يتمسك بالأمل في بقاء في الدوري الممتاز. الإصابة تبعد الحضري عن المباراة، وحسين الشحات في الصورة. أما من جريدة المصري اليوم، الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب النجوم، ولاسارتي يحذر من الاستهتار، ورمضان السيد يحلم بتحقيق المفاجأة. أما من اليوم السابع، الأهلي طمعان في النجوم، ليلة استطلاع هلال القمة، لاسارتي يستعين بكتيبة النجوم لحصد النقاط الثلاث، ورمضان السيد يحلم بالمفاجأة للهروب من الهبوط. في جريدة الشروق، الأهلي في مهمة سهلة نظريا أمام النجوم، ولاسارتي يحذر لاعبي من الاستهانة بالخصم، ورمضان السيد يبحث عن المستحيل. أما من جريدة الوفد، ضمن مؤجلات الجولة 29 للدوري العام المصري، الليلة الأهلي يتحفز لإطفاء النجوم في صراع القمة والقاع، إهدار الفرص أزمة لاسارتي، ورمضان السيد يبحث عن طوق النجاة. ومن جريدة روزل يوسف، الأهلي يستطلع هلال رمضان عن طريق النجوم، وبيراميدز يلتقي أو بيراميدز مقالب المصري بالسويس للحفاظ على يخشى مقالب المصري بالسويس للحفاظ على الصدارة، والإسماعيلي يصطدم بالاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي للكأس. أما من جريدة الدستور، الأهلي يخشى مفاجآت النجوم، ولاسارتي يحذر من تعطل المسيرة. طيب، دي آخر حاجة كانت عندنا النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين، الكل بيجمع على أن مباراة النجوم هي مباراة، أو في جريدتين الحقيقة بيقولوا أن هي مباراة سهلة. للمرة المليون أنا بقول لحضراتكم، هذه المباراة ليست سهلة. مثل هذه المباريات بتبقى صعبة جدا جدا على اللاعبين اللي بيلعبوا، خصوصا في الأندية الكبيرة أو الأندية اللي بتنافس على الدوري العام المصري، لأن أنت بيبقى عندك هدف واحد فقط وهو المكسب. الفريق المنافس اللي بيبقى قدامك بيبقى عنده أهداف كتيرة جدا، إن هو يسوق نفسه كلاعب، يسوق نفسه كجهاز فني، أيضا يمكن تحصل المفاجأة من وجهة نظرهم ويقدر يكمل في الدوري العام المصري لو فاز في الأربع مباريات اللي متبقية للنادي النجوم. وبالتالي هي مباراة ليست بالمباراة السهلة. كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي في مباراته اليوم. النهاردة ما فيش استهتار، النهاردة ما فيش أي تراجع عن الفوز. ربنا يكرمنا ونعمل كل اللي مطلوب مننا كلاعبين، كل اللي مطلوب منهم كلاعبين جوه أرض الملعب، تبذل أقصى مجهود عشان إن شاء الله ربنا يكرمك وتقدر تكسب ثلاث نقاط تضعك في صدارة الدوري العام المصري، وإن شاء الله الخطوة الأولى في الست خطوات المتبقية في الدوري العام المصري. دي كانت مقدمتنا لهذه المباراة. خلينا بقى نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى. دكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن أهم الجمل التكتيكية اللي بيلعب بها نادي النجوم والنادي الأهلي، أيضا أهم الأرقام والإحصاءات فيما يخص النادي الأهلي ونادي النجوم، بعد هذا الفاصل. دكتور أحمد ثابت.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الاولى دائما من ملعب الاهلي الدكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الموجوده سواء في نادي الاهلي او في نادي النجوم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وكل سنه وحضرتك طيب وكل سنه والساده المشاهدين بخير. رمضان كريم على الامه الاسلاميه كده جميعا بخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نبدا بمقارنه ما بين مستر مارتن لاسارتي وكابتن رمضان السيد في نادي الاهلي ونادي النجوم. طبعا يعني كابتن رمضان السيد لسه متوليهم المباراه اللي فاتت بس وخسر من الاتحاد السكندري، كان اول مباراه ليه. يمكن هو النجوم غيره، ده المدرب الخامس. يمكن اول واحد مسكهم كان علاء حسب الله، كابتن علاء حسب الله، بعد كده كالديرون، بعد كده كابتن احمد سامي، بعد كده كابتن مؤمن سليمان، وده المدرب الخامس. طبعا الارقام الفرق طبعا كبير ما بين النادي الاهلي والنجوم اكيد، ولكن علينا رقم واحد كده باحترام الخصم. دايما لازم تحترم خصمك دايما، حتى لو المنافس اقل منك على المستوى الفني، لكن لازم احترام الخصم. ده شيء مهم المشكلة. جدا. المباريات المشكله دايما بتبقى في مثل هذه المباريات. احنا بنشوف الدوري الانجليزي، بنشوف مانشستر سيتي، بنشوف ليفربول، بنشوف بارح. الفرق دي دايما بيحصل تعثر قدام الفرق اللي هي بتنافس على الهبوط. بيبقى عندهم حاجتين، بيبقى اول حاجه ان انا ممكن اكمل في الدوري وان انا ده الامل الاخير ليا، وبيبقى هو بيلعب خلاص انا هنزل درجه ثانيه وعايز يكمل في الممتاز. الحاجه الثانيه ان اغلب اللعيبه هناك بتبقى عايزه تسوق نفسها، اللي عايز بقى يروح بالزبط. نادي اقوى، عايز يروح نادي في الدوري في المركز الرابع في الخامس، او يعني بحيث ان هو ما ينزلش درجه ثانيه، فدي بتفرق معاه جدا. او كما تم الاتفاق مع كابتن رمضان السيد ان هو هيكمل الموسم اللي جاي، ففي لعيبه برده عايزه تكمل. هو هيبني فرقه بقى، يعني كابتن بالزبط. رمضان السيد كمان هيبني فرقه بيمسكهم من بدري. يمكن لو قارنا ما بين نتائج النادي الاهلي ونادي النجوم، النادي الاهلي طبعا لعب 28 مباراه، كسب 20 مباراه، اتعادل 4، خسر 4. نادي النجوم لعب 30 مباراه، فاز 5 بس، اتعادل 10 وخسر 15. تمام. النقاط قدامنا على الشاشه، النقاط بتاعه النادي الاهلي 64 نقطه، نقاط نادي النجوم 25 نقطه. النادي الاهلي احرز 46 هدف، طبعا رقم كبير، بمعدل 1.6 في المباراه الواحده. نادي النجوم مسجل 28 هدف بمعدل 9.10، يعني حوالي هدف واحد في المباراه الواحده. استقبلت شباك النادي الاهلي 18 هدف، الشباك النظيفه للنادي الاهلي 15 مره في 28 مباراه، يعني حوالي بتقرب من النص. لكن النجوم استقبلت الشباك الاهداف 39 هدف، النجوم خرج شباكه نظيفه 7 مباريات بس، ودي طبعا نسبه قليله بتاكد ان هم يعني على المستوى الدفاعي عندهم مشاكل دفاعيه كتير، وعلى المستوى الهجومي هم مش بالقوه الكبيره. يمكن عشان يعني ندرس فريق النجوم النهارده، يمكن احنا كل مباراه كنا بنتكلم مثلا لما اتكلمنا على النادي المصري وقلنا فكر كابتن ايهاب جلال نادي طالع الجيش. خلينا نروح على طول للكابتن رمضان السيد. مسك قبل كده بتروجيت ولعب النادي الاهلي، لعب ضد النادي الاهلي، مسك قبل كده الرجاء ولعب ضد النادي الاهلي. كيفيه اداره الكابتن رمضان السيد لمبارياته امام النادي الاهلي؟ بالفعل احنا لازم يعني لازم انت تشوف بقى فكر الراجل كابتن رمضان السيد ده لما بيلعب النادي الاهلي بيلعب بتكتيك عامل ازاي. بالظبط. ده عشان يعني لان هو ملوش مباريات قبل كده مع النجوم، ودي اول مباراه هيلعب فيها النادي الاهلي، فانت تشوف فكره. يمكن هو لاعب النادي الاهلي اول موسم 2014 2015 النادي الاهلي كان بيلعب بتروجيت، وكان الكابتن رمضان السيد مديرا فنيا لنادي بتروجيت في ذلك الوقت. كيف لعب رمضان السيد كابتن رمضان السيد مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي في هذه المباراه امام بتروجيت؟ هو لعب في الموسم ده مباراتين، مباراه انتهت بالتعادل، اتعادل مع النادي الاهلي في مكان متولي نادي بتروجيت، اتعادل 1-1، والدور الثاني النادي الاهلي كسب 2-1. يعني المباراه دايما بتكون مع قرابه قدام كابتن رمضان السيد. يمكن هو حتى لو بصينا على التشكيل، يمكن ده سنه 2014 2015، هنلاقي ان هو لعب ب 4-3-2-1، دي طريقته المفضلة. دايما بيعمل ستارة دفاعية بثلاثي ارتكاز في وسط الملعب، بيأمن وبيلعب على المرتدة. يمكن هو ده تشكيلهم، لعب مثلا بمحمد الشناوي، محمد الشناوي اللي هو حارس النادي الاهلي كان ساعتها في بتروجيت، كان ساعتها حارس النادي النادي بتروجيت في سنه 2014 2015. الاثنين المساكين احمد شوشه ومحمد دبش، كان احمد مجدي باك رايت، اسامه محمد كان باك ليفت، احمد الشناوي وشاب احمد ومصطفى شبيطه ثلاثة ارتكاز، وكان الثلاثه اللي قدام جيمس تيدي وبيكلي وايهاب المصري. ده يمكن التشكيل بيأكد تشوف فكره شويه، ان هو في المباراة دي كان بيعتمد ان انا بأمن، بقفل العمق بثلاثة في وسط الملعب، بعمل ستارة، وبيحاول ان هو يعتمد على الهجمات المرتدة في المباراة دي مثلا من ايهاب المصري وجيمس بيكلي. يمكن برضو في المباراة اللي هي في نفس الموسم، المباراة دي خلصت 1-1، المباراة الثانية انتهت 2-1 للأهلي بصعوبة، كان نفس التشكيل بالظبط تقريبا باستثناء محمد رجب مكان ايهاب المصري. نفس الفكر، ان انت برضو بتلعب بيه، اذا اعتماده دائما على طريقه 4-3-2-1 او 4-3-3. نفس الفكر بالظبط، ان انت بتعمل 3 ارتكاز بيقفل العمق، فانت مباراه يعني برضو ده تشكيله مع فريق الرجاء. تمام.
نروح بقى للكابتن رمضان السيد مع الرجاء امام النادي الاهلي موسم 2017 2018. يمكن ده اخر مباراه واجه فيها النادي الاهلي، وعلى فكره المباراه دي انتهت 3-1 بس كانت في الشوط الثاني، كانت هو كانوا تقدموا علينا في الشوط الاول واحنا صح. وخلص 3-1 كان ساعتها باسم علي اللي مسجل الهدف. نفس الطريقه برضو يا احمد. نفس الطريقه بالظبط 4-3-2-1. يمكن هو لعب بثلاثة ارتكاز، كان هشام فتح الله وناصر رمضان وغازي شلوف، ده الثلاثه في وسط الملعب والاربعه اللي ورا واثنين على الاطراف محمود المغربي ومحمد عبد الله وقدام حماده ناصر، كان ساعتها حماده ناصر هو اللي سجل الهدف الفيرويد. وبناء عليه التشكيل المتوقع لنادي النجوم برضو او طريقه اللعب، مش التشكيل المتوقع، طريقه اللعب هيلعب بطريقه 4-3-2-1 ميل اكتر للناحيه الدفاعيه. يعني الارتكاز اللي هو اللي قدامهم ده غالبا هيبقى ليبرو متقدم. يمكن احنا على فكره بنلاحظ ان في المباراتين الاخيره الفرق بقت تخاف من النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي رجعت. يعني النادي المصري كابتن ايهاب جلال عمل ايه؟ لعب بخمسه في بدايه المباراه، لعب بخمسه ورا. المباراه اللي قبلها اللي فاتت دي كانت طلائع الجيش، خمسه برضو بدا المباراه بخمسه. فكل الفرق 11 يعني اكيد، لكن 11 في الدفاع يعني. يعني واضح ان هي الفرق بقت تخاف من النادي الاهلي، من شخصيه النادي الاهلي. فده النهارده 4-3-2-1، وممكن كمان فكره الليبرو ليه لا، المباراه الفرقتين الاخر يعني لعبونا بالليبرو تمام. فلو بصينا بقى على تشكيل النجوم وده طريقه اللعب ستكون 4-3-2-1 تمام. يمكن هم عندهم في حراسه المرمى احمد عبد الفتاح، ده يمكن الحارس المرمى طبعا، ده كان حارس النادي المصري في الناشئين يعني. الاثنين المساكين احمد ربيع بيلعب ناحيه اليمين ومحمود فتح الله ناحيه الشمال، احمد السكين باك شمال وكريم فؤاد باك رايت. اللي بيلعب الثلاثه الارتكاز بيبقى في النص حليمه، وعلى يمينه اسلام حازم وشماله مهاب ياسر. يمكن اسلام حازم ومهاب ياسر بمهام هجوميه شويه، الاثنين دول عندهم حته المهام الهجوميه. واللي في النص ده حليمه ده لعيب خط وسط قوي يعني مميز قوي بقطع الكرات، من اللاعبين الجيدين جدا. ومهاب ياسر عنده كوره، عنده كوره ميزته ان هو عنده الرؤيه، عنده التكمله، فعنده كوره حلوه جدا. الاطراف محمد همام رقم 10 ناحيه اليمين، ده اللي هيلعب ورا علي معلول، وناحيه الشمال ايمن الغباشي اللي هو كان محترف في جبل طارق ولاعيب كويس، اللي هو رقم 23. وقدام توسن اومويلي، ده اللي هو بيلعب مكان صلاح امين. طبعا لو صلاح امين جاهز بالتاكيد هو اللي هيبدا، لكن لو مش جاهز هيبقى المهاجم النيجيري اللي هو اللي قدام توسن اومويلي. فبالتاكيد الطريقه كابتن محمد فاروق كان معايا امبارح وقال لي ان هو موجود في المعسكر، ففي الغالب هيبدا. طبعا صلاح امين جاب 11 هدف وهو اهم لاعب عندهم في الفرقه، وبصراحه هداف جدا وقناص، وبيلعب في المباريات الثقيله المباريات الكبيره بتلاقيه بادئ اساسي. يمكن لو بصينا عليهم في الحاله الدفاعيه هي الطريقه 4-3 هنلاقيها كده بنفس الشكل ده بالظبط، 4-5-1. هنلاقيهم واقفين، يعني انا اتوقع ان هم طول المباراه هيبقوا بنفس الشكل ده، واقفين في وسط ملعبهم. امبارح اللي اتفرج على مباراه نيوكاسل ومانشستر وليفربول نفس الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي، اللي هو 4-5-1، الصفوف الثلاثه متقاربه، هيقفل لك العمق بثلاثه ارتكاز زي ما احنا شايفين كده، الثلاثه الارتكاز دول، وعلى الاطراف محمد همام وايمن المباشر. معلش واحنا بنتكلم وصول فريق النادي الاهلي الى ملعب بتروسبورت لملاقات نادي النجوم، زي ما حضراتكم شايفين نجوم النادي الاهلي بيتوافدوا كابتن محمد يوسف وحمدي فتحي وبقيه اللاعبين موجودين مع حضراتكم على الشاشه، كابتن ايمن اشرف، كابتن حسين الشحات، وبقيه اللاعبين المتواجدين. رامي ربيعه، من الجائز جدا ان احنا نشوف رامي ربيعه النهارده في التشكيل، هنقول لحضراتكم بعد قليل تشكيل المباراه او التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. يا ريت يبدا رامي ربيعه بصراحه، يعني على يعني دينا هنشوف النهارده ممكن يبدا رامي ربيعه، هيبدا وياسر ابراهيم 50 وياسر ابراهيم طبعا من الاثنين لعيبه كويسين جدا يعني. يمكن كمان عشان منتخب مصر، عشان يعني منتخب مصر، برافو عليك تحديدا يعني. انا بوجهه نظري الشخصيه احمد حجازي هو اللي فارق عن اي مدافع حاليا في مصر. مين اللي هيلعب جنبه في كاس الامم الافريقيه القادمه؟ باهر المحمدي. بصراحه باهر المحمدي في المركز ده بيسبب مشاكل من وجهه نظري الشخصيه، فانت ما عندكش. بس باهر لعيب كويس، لعيب كويس جدا، بس كويس مش جدا. مساك من وجهه نظري يعني، يلعب باك رايت ما يلعبش مساك، بيبقى فيه بيسبب مشاكل ورا بصراحه. فانت مين المساك التاني؟ انا وجهه نظري الشخصيه افضل مساك في مصر مع احمد حجازي رامي ربيعه لو رجع لمستواه. رامي ربيعه لو رجع لمستواه اخذ مباريات هيفرق كتير جدا. وطبعا ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم كمان مش واخد حقه اعلاميا. ياسر ابراهيم من وجهه نظري الشخصيه واحد من الفتره الاخيره اللي بيقدمه مستوى مهم جدا. مظبوط، يعني انا شايف ياسر ابراهيم اقرب للمنتخب هو بيبقى رامي ربيعه، بيبقى دايما الكل بيحط عينه على الشخصيه والقياده ولاعيب خبره ولاعيب يلعب لك ارتكاز ثالث، يلعب لك باك يمين،
لعيب يعني اتمنى بصراحه عوده رامي ربيعه يعني بالتاكيد. يمكن طيب 14 هدف احرزهم نادي، انت كنت عايز تقول حاجه؟ انا عايز بس دي الحاله الدفاعيه، يمكن دي وقفتهم في الحاله الدفاعيه نشوفها طول المباراه بنفس الشكل ده. هيبقى كلهم تحت الكوره، كلهم تحت الكوره. طب في الحاله الهجوميه هتبقى ازاي؟ الحاله الهجوميه الاثنين دول هيطيروا لقدام على الاطراف، هيلعب بقى تمرير طولي من محمد همام وايمن الغباشي، يمكن هم عندهم لا مركزيه سواء محمد همام او ايمن الغباشي، الاثنين صراع والاثنين لعيبه كره كويسه، لكن هم يعني معدل التهديفي بتاعهم مش كبير، كل واحد فيهم جايب هدفين. وصلاح امين هو اخطر واحد، هو المميز قوي بالقطع على القائم القريب، مهاري حتى شفناه في مباراه الاسماعيلي جاب جون جميل قوي وعدى من وسط ثلاثه، لعيب مميز قوي بصراحه صلاح امين. فطبعا ده يمكن ده وقفتهم في الحاله الدفاعيه، قلنا ان هي هتتحول 4-5-1، والحاله الهجوميه هتبقى 4-3-2، الجناحين دول هيطيروا بس. ده بالنسبه للحاله الدفاعيه بتاعتهم زي هي على الشاشه، يمكن ده الحاله الهجوميه، دول الاثنين الاطراف اللي هو محمد همام ناحيه اليمين وايمن الغباشي. محمد همام هيلعب من ورا علي معلول، وايمن الغباشي هيلعب من ورا احمد فتحي. احمد فتحي يعني في الحاله الدفاعيه هتلاقي كله راجع 4-5-1، دي طريقه كابتن رمضان السيد النهارده. تمام. نادي النجوم منذ يناير الماضي احرز 14 هدف في عفوا في 12 مباراة. طبعا من شهر يناير هم لعبوا 12 مباراة زي ما حضرتك قلت، جابوا 14 هدف. طب ال 14 هدف دول كان ازاي احرزوهم؟ احرزوهم من خلال الكرات العرضية من الجبهة اليمين. يمكن الباك اليمين كان عندهم لعيب اسمه احمد ايمن، لعيب مميز قوي بالعرضيات، جايبين 4 اهداف من 14 هدف من الجبهة اليمنى بنسبة 28.5%، نسبة كبيرة جدا. هدفين كمان ضربات ثابتة، الضربات الثابته طبعا مميزين بيها لانهم عندهم لعيب محمود فتح الله. اذا انا من وجهه نظر الشخصيه، وطبعا التمرير الطولي في ظهر قلبي الدفاع اثنين، من وجهه نظر الشخصيه خطوره فريق النجم النجوم في ثلاث حاجات. اول حاجه الكرات العرضيه من الجبهه اليمين، هم مميزين قوي في الجبهه اليمين من الكرات العرضيه. الثاني حاجه الضربات الثابته، لان عندهم محمود فتح الله مميز قوي بلعب الضربات الثابته. ثالث حاجه التمرير الطولي في ظهر قلبين الدفاع لصلاح امين. اذا ملخص الثلاث حاجات، يا اما هيهاجموك من ناحيه اليمين من خلال الباك رايت او من خلال الجناح اليمين، الحاجه الثانيه الضربات الثابته من على الاطراف من خلال لعيب زي محمود فتح الله، الحاجه الثالثه التمرير الطولي في ظهر قلبين الدفاع بتوعنا من خلال سرعات صلاح امين. طبعا هم جابوا كمان جون من ضربه ركنيه، جون من الجبهه اليسرى، جون ضربه جزاء، جون حل فردي من صلاح امين اللي كان قدام النادي الاسماعيلي، جون تسديده من خارج المنطقه، جون هدف بالخطا من مدافع المنافس. اذا كل ده هدف، لكن الاكثر الكرات العرضيه من الجبهه اليمنى، الاكثر الضربات الثابته والتمرير الطولي. يمكن معانا صور بتوضح الكلام ده. اول تمام. صوره معانا برضو اللي هي ادي هدف من الجبهه اليمنى على فكره. اللي عامل العرضيه دي اللي هو الجناح ايمن الغباشي، ده الهدف من الجبهه اليمنى. الصوره اللي بعدها برضو هدف من الجبهه اليمنى من خلال الباك يمين احمد ايمن، باك يمين مميز. الصوره اللي بعدها هنلاقي برضو هدف من الجبهه اليمين رافعها حليمو على راس صلاح امين، ده قدام الجونه. نعم. ده برضو هدف من الجبهه اليمنى، خطورتهم في الجنب اليمين. في بعد كده الصوره اللي بعدها برضو ده هدف في بتروجيت الماتش القبل الاخير، اللي هو ده جابوا فيه هدف من الجبهه اليمين برضو عرضيه التوسن دوت المهاجم النيجيري سجلها. اذا عندهم خطوره واضحه من الجبهه اليمنى. بعد كده في الهدف اللي بعده ادي الضربات الثابته، مهم قوي النهارده عندهم الضربات الثابته اللي هو محمود فتح الله مميز قوي بلعب الضربات الثابته، جابوا هدف في النادي الاسماعيلي من ضربه ثابته، والهدف في مباراه الاتحاد الاخيره من ضربه ثابته برضه من خلال اللاعب محمود فتح الله اللي هو عنده خبرات كبيره في تنفيذ ايه الضربات الثابته. طيب عايز برضه اقول لحضراتكم قبل بقى ما نكمل كلامنا عن هذه المباراه، مباراه النادي الاهلي ونادي النجوم، عايز اقول لحضراتكم ان مباراه بيراميدز والنادي المصري، النادي بيراميدز متقدم على النادي المصري حتى الان، حتى الدقيقه تقريبا داخلين على نص ساعه من الشوط الاول بهدف مقابل شيء احرزه عمر خربين لاعب نادي بيراميدز في الدقيقه 4 من عمر المباراه. طيب توقيتات بقى تسجيل النجوم 14 هدف منذ بداية شهر يناير الماضي، 12 مباراة، 14 هدف في 12 مباراة، هي دي التوقيتات اللي تم إحراز فيها. هنلاقي إن التوقيت المفضل ليهم آخر ربع ساعة مسجلين 6 أهداف، ده بيأكد إيه؟ إن هم بيستقبلوا أهداف في البداية أو في أول الشوط الثاني أو في الشوط الأول كله، وفي الآخر بيجي يعوضوا. يعني المباراة مثلا تخلص 3-1، تخلص ده في الأغلب يعني 3-1 4-1 في الفترات الأخيرة تحديدا، ولكن برضو بيأكد تراجع العامل البدني عندهم لما يستقبلوا 6 أهداف في آخر ربع ساعة. لا عندهم برضو قلة الخبرة. قلة الخبرة لما لعيبة في آخر ربع ساعة بيستقبلوا نسبة كبيرة
تحديدا في اخر نص ساعه مستقبلين 9 اهداف من شهر يناير، 9 اهداف من 14 هدف في اخر نص ساعه، فده ياكد ان هم الجانب البدني عندهم قليل، مش كبير. تاني حاجه قله الخبره، يعني اللعيبه طبعا مقارنه بلعيبه النادي الاهلي الخبره كبيره جدا. ال 14 هدف استقبلهم بقى النجوم منذ بدايه شهر يناير الماضي، ضربات ركنيه بنسبه 6.25%، 6.25%، تمرير طولي في المساحه ما بين الظاهرين. لو عايز تشرحها لنا سريعا جدا. دي نقاط الضعف اللي هنشتغل عليها النهارده. اول حاجه الكرات العرضيه، بيجي فيهم اهداف من كرات عرضيه كتير جدا النهارده، يعني لازم نستغل الاطراف علي معلول واحمد فتحي، خاصه ان كابتن رمضان السيد هيعمل ستاره دفاعيه في وسط الملعب، وبالتالي انت محتاج تشغل الاطراف، محتاج ان احمد فتحي يتقدم ومحتاج ان علي معلول يتقدم. انت عندك كرات عرضيه هم داخل فيهم 7 اهداف، يعني نص الاهداف، 7 اهداف من 14 هدف من كرات عرضيه، برضو دخل فيهم 4 من تمرير طولي، ودي حاجه مهمه جدا. التمرير الطولي عندهم دايما فجوه، يمكن يا ريتنا نجيبها من على الشاشه هنا، عندهم فجوه ما بين المساك اليمين وما بين الباك اليمين، الحته دي مهمه قوي يا كابتن اسلام. التمرير الطولي بتاع صالح جمعه النهارده، صالح جمعه اعتقد ان هو هيبقى مفتاح حل سحري للنادي الاهلي، يمكن هو التمرير الطولي بتاعه في الحته دي ما بين المساك واليمين والباك اليمين. لو جبنا الصوره اللي بعدها، يعني الصوره اللي بعد دي هتوضح اكتر، ثغره واضحه جدا. بص حضرتك الصوره اهي، دي قدام نادي الاسماعيلي، بص حضرتك الباك اليمين والمساك دي الفجوه، محمد صادق راح لعبها لكريم بامبو جه منها هدف. تمام، اذا تمريرات صالح جمعه النهارده الطوليه ما بين المساك اليمين وما بين الظهير الايمن، ادي برده ده هدف الداخليه. أيوه. بص حضرتك الباك اليمين والمساك اليمين نفس الثغره النهارده، صالح جمعه لو عمل تمريرات طوليه ادي برده ده هدف من النادي الاسماعيلي، صالح جمعه لو عمل تمرير طولي لرمضان صبحي النهارده ان شاء الله يكون، يعني رمضان صبحي الجهاز الفني المنتخب عندي معلومه ان هو بيتابعه، فمحتاج ان هو يسجل اهداف ويصنع اهداف عشان ان شاء الله يستفيد المنتخب. تمام، اخيرا بقى عايزك تخش على طول، ان المقارنات هتبقى واضحه جدا لصالح لعيبه النادي الاهلي. طبعاً. لكن انا لفت نظري الحقيقه واحنا بنتكلم عن احصائيه وليد ازارو مع النادي الاهلي هذا الموسم، وهي احصائيه جيده جدا، لان انت زي ما انت عارف خلال هذه الفتره اللي احنا فيها الاشاعات كتيره جدا، والضرب في الرباعي الاجنبي تحديدا خلال هذه الايام كبير جدا جدا، الاربع خمس ايام اللي فاتوا ضرب في اصل ده وليد ازارو ما بيعرفش يجيب جون، اصل اجايه مش عارف ماله، اصل علي معلول مش قادر الكلام اللي انت بتسمعه في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. احصائيه الاثنين الاجانب، خد بالك بقى، لانه دلوقتي الحقيقه برضو خبر مهم جدا من الجهاز الفني للنادي الاهلي بيتكلموا عن، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده امبارح، قلت لكم بدايه من الاسبوع الناس ما استنتش حتى بعد نهايه المباراه، على طول قاموا خابطين في اللعيبه وخابطين في الجهاز الفني. الجهاز الفني للاهلي بينفي رحيل اي لاعب من النادي خلال هذه الفتره او الفتره الصيفيه القادمه. الجهاز الفني بيقول ان هو حتى الان لم يحدد من هو الراحل ومن هو اللي هيقعد في الدوري او مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ويقول لك ان كل اللي بيحصل ده زي ما انا قلت لكم امبارح بالظبط يا جماعه، الكلام اللي انا قلته لحضراتكم امبارح، ان كل الناس خلال هذه الفتره، كل من لا يشجع النادي الاهلي وكل من يريد الضرر للنادي الاهلي بيخبط في النادي الاهلي بكل الطرق. البدايه اهي زي ما حضراتكم شايفين، انا قلت لكم يمكن بعد مباراه اليوم الناس هتبتدي تشتغل، لكن لا، قبل المباراه كمان قال لك اصل مش عارف مين هيمشي، ووليد ازارو جاي له عرض منين، واحمد فتحي ماله، واصل اجايه كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن الجهاز الفني الحقيقه خرج ورد على كل ما يقال من هذه الاشاعات. زي ما قلت لكم خدوا بالكم الاسبوع اللي جاي بالكامل قبل اي مباراه دايما مهمه، وفي الخمس مباريات القادمه هتلاقوا الكلام ده بيتقال. وتاكيدا كمان لكلام حضرتك، ازارو شخصيا عايز يكمل في النادي الاهلي، عنده رغبه قويه ان هو يكمل في النادي الاهلي، فالاخبار دي يعني. طيب اخيرا بقى قول لي بسرعه جدا احصائياته بالتفصيل، كل حاجه، كل فتفوته في وليد ازارو. أيوه. يمكن هو لعب مع النادي الاهلي في الدوري 17 مباراه، كام دقيقه؟ 1299 دقيقه. مسجل كام جون في الدوري؟ 4 اهداف في 17 مباراه، وعامل اسيست واحد، ومتسبب في ضربتين جزاء. تمام. يعني 4-1 و2، يعني 5 و2 7، يعني متسبب في 7 اهداف للنادي الاهلي. 4 اهداف واسيست وضربتين جزاء. صانع كام فرصه؟ 12 فرصه. رقم كبير بالنسبه لمهاجم، ده بياكد ان وليد ازارو بيتحرك على الاطراف بشكل مميز، وبيعمل دايما العرضيات لزملائه، وبيعمل اسيستات كويسه. حصل على 25 خطا، راح على الجون وليد ازارو 33 محاوله بنسبه دقه 54.5%، نسبه كبيره. قطع الكره 41 مره، ده بياكد ان دوره
قوي دايما هو في حكايه الضغط العالي وقطع الكرات. دي الارقام اللي بتقول كده مش طبعا ولا انا؟ لا لا دي الارقام، دي ارقامه بالتفصيل كل فتفوته يعني تتكلم. دي ارقام مش اي كلام طبعا. تمام. انت بتتكلم في لاعب مسجل 4 عامل اسيست جايب ضربتين جزاء صنع 12 فرصه، ارقامه كويسه جدا. الارقام برضو معلول تحديدا يعني هنبقى بقى معلول اصله معلول الرادد عن نفسه. لكن انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معنا، وان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه تبقى الارقام جيده، ونشوف بقى ان شاء الله ربنا يكرم وليد ازارو لو لعب النهارده ويستطيع ان هو يحرز هدف او اثنين ان شاء الله في مباراه اليوم. انا بشكر حضراتكم. طيب قبل ما نروح او اشكر حضراتكم واشكر دكتور احمد، خلينا اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، أحمد فتحي، نص الملعب صالح جمعة، حسين الشحات، وعمر السلية، وحا فتحي، ووليد أزارو، ورمضان صبحي. نفس تشكيل المباراة اللي فاتت، تغيير واحد بس، حسين نعم. الشحات مكان جرالدو. معلش يا جماعة لو أنا غلطان في تشكيل ولا حاجة ما تقولوا لي يا جماعة التشكيل. محمد الشناوي، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السلية، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد أزارو. هو ده التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في مباراة اليوم. أنا بشكرك شكراً جزيلاً يا دكتور أحمد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل تاني الفقرات، خبرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان، نتكلم عن الطاقم التحكيمي لهذه المباراة بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره او الفقره التحكيميه، خبرنا التحكيمي كابتن سمير عثمان. ازيك كابتن سمير؟ اهلا وسهلا كابتن، حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كل حضرتك طيب؟ حضرتك صحه وسلامه. الله يخليك. قبل بس ما اروح للكابتن سمير، خليني اقول لحضراتكم ايضا مره اخرى تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، وايمن اشرف وياسر ابراهيم اثنين ستوبرين، وعلي معلول ناحيه الشمال، واحمد فتحي ناحيه اليمين، حمدي فتحي وعمر السلية، وصالح جمعه من امامهم، وفي الشمال رمضان صبحي، وفي اليمين حسين الشحات، وفي الامام وليد ازارو. ده تشكيل النادي الاهلي للمباراه. طيب كابتن سمير، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا كابتن، كله تمام؟ الحمد لله تمام. عاجبك التشكيل؟ تشكيل جميل. طيب خلينا بقى نقول تشكيل الحكام النهارده مع حضرتك. تشكيل الحكام النهارده باذن الله الحكم الدولي محمد الحنفي ان شاء الله هيدير اللقاء باذن الله، ومعاه الحكم الدولي سمير جمال، ومعاه محمود رضا مساعد حكم تاني، ومعهم حكم رابع محمد الجلاوي، ومعهم حكم اضافي محمود دسوقي، وحكم اضافي محمد عباس ابيل، وده اسم يعني اسم الشهرة بتاعه محمد عباس مايو، وهيبقى برضو من الحكام اللي ليهم ان شاء الله مستقبل كويس جدا، من الحكام اللي واعدين نتفرج عليهم. وده بالمناسبة برضو كان عمه كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق. نرجع للتشكيل سريعا محمد. طيب الحنفي، قبل بس ما نتكلم عن الطاقم التحكيم نروح نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل. أوكي. مع حضراتكم. يظهر محمد الحنفي من جديد في مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عندما يدير مباراة المارد الأحمر أمام النجوم والمؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدوري. كانت لجنة الحكام قد أسندت إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة محمد الحنفي يعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، محمود رضا مساعد ثان، محمد الجلاوي حكم رابع، كل من محمود دسوقي ومحمد عباس قابيل حكم خامس. الحنفي من مواليد عام 1978، حصل على الشارة الدولية في موسم 2014. أدار الحنفي هذا الموسم 19 مباراة، أشار خلال البطاقة الصفراء 70 مرة والحمراء مرتين، واحتسب 11 ركلة جزاء.
في الدوري الممتاز أدار الحنفي 17 مباراة، ظهرت البطاقة الصفراء خلالها 64 مرة، البطاقة الحمراء كانت حاضرة في مناسبتين واحتسب 10 ركلات جزاء. كما أدار الحنفي مباراة واحدة في الدوري التونسي جمع بين النجم الساحلي والصفاقسي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين. كما أدار الحكم الدولي المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره مالاوي تحت 23 سنة والتي انتهت بفوز صغار الفراعنة بثنائية نظيفة. ظهر الحنفي هذا الموسم في 3 مباريات للأهلي، الأولى أمام وادي دجلة في الجولة الثالثة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف من دون رد سجله صلاح محسن. أدار مباراة شياطين الحمر أمام طلاع الجيش في الجولة 14 من الدوري وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن. أخيرا أدار الحنفي مباراة الأهلي ومضيفي الإنتاج الحربي في الجولة 22 والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف من دون رد سجله عمرو السولية. إجمالا أدار محمد الحنفي 22 مباراة للأهلي، حقق شياطين الحمر الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في مثلها، أشار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي 28 مرة واحتسب 8 ضربات جزاء. بينما أدار الحنفي مبارتين لفريق النجوم في الدوري هذا الموسم، ومن المفارقات أن التعادل سيطر على نتيجة المبارتين، الأولى أمام المقاولون العرب وانتهت بتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والثانية أمام الجونة وانتهت بهدف لكل فريق. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس برضو ما اروح للكابتن سمير احتياطي النادي الاهلي في هذه المباراه، شريف اكرامي الحمد لله على السلامه للنجم الكبير شريف اكرامي، هشام محمد، وليد سليمان، رامي ربيعه، جيرالدو، محمد هاني، صلاح محسن، ده احتياطي النادي الاهلي. كابتن سمير، طاقم دولي او طاقم مكون من 5 حكام من اهم وافضل الحكام اللي موجودين في مصر. بالظبط، يعني الحكم الدولي محمد الحنفي اللي هيدير النهارده اللقاء من الحكام اللي انا على الصعيد الشخصي بستمتع بادائه في الملعب يا كابتن اسلام. أيوه. لسبب بسيط، هادي جدا في الملعب، مش بيتخذ قرارات سريعه، يعني عنده مبدا اتاحه الفرصه كتير قوي، والحكم بيتميز الموهوب ان بيبقى عنده اتاحه فرصه. تمام، لان انت القانون سمح لك في خلال 3 ثواني تقدر ترجع تاني للقرار الاولاني. فطقم الحكام المكون النهارده من محمد الحنفي الحكم الدولي، وسمير جمال الحكم الدولي، ومحمود رضا الحكم حكم مساعد، ومن محمود رضا من الحكام اللي كانوا على طول مرشحين للقائمة الدولية كمساعدين، طقم حكام كويس جدا. محمد الحنفي لعب ماتش الاهلي والزمالك اداره كحكام مصريين، وكان معاه برضه سمير جمال، يعني النهارده في 2 من الحكام مشاركين في ماتش الاهلي والزمالك لعبوا هيلعبوا ماتش النهارده اللي هو محمد الحنفي وسمير جمال، ومعاهم حكم رابع محمد الجلاوي زي ما قلت لحضرتك، ومحمود دسوقي ومحمد عباس قبيل، دول حكام اضافيين. محمد الحنفي بيمتاز في كل مباراته لو افتكرنا بالهدوء الشديد قوي في اتخاذ كافه الاجراءات اللي في الملعب، اتمنى له النهارده التوفيق ويكون قريب عن كل كوره. واهم حاجه في الحكم يا كابتن في بدايه المباراه اي حكم يعني ما يكونش متعالي على المباراه، لان الحكم بيتعالي على المباراه بتلاقي المباراه بتجري منه، بيبقى فيها تنطيط برضو، الحكام بيبقى طبعاً يعني او حاسين ان هي مباراه سهله يقدر يديرها، بيشوف فرقه كبيره وفرقه صغيره. اللي يروح في المباراه وهو شايف ان دي فرقه كبيره وفرقه صغيره مش هينجح. لازم كل الفرق اللي انت رايحها لازم تبذل فيها مجهود كبير، حتى لو بتلعب رقم 1 في الدوري وفرق اخر فرقه، ودي الحقيقه النهارده، ودي الحقيقه. ما دي بقى النقطه اللي انا كلمت حضرتك فيها على محمد الحنفي، ما عندوش النقطه دي، لا، كل ماتش واخده بجديه، كل ماتش مهم، واللي يعمل كده بينجح. وانا ان شاء الله متوقع النهارده كتحكيمين هستمتع بطاقم من الحكام كله، اتمنى لرب التوفيق ويبقى يعني قريب، وربنا ينور له بصيرته النهارده باذن الله. اهم حاجه النهارده ياخد باله منها ايه؟ اهم حاجه ياخد باله منها النهارده ان ده ماتش برضه فرص، ايه هو فرص الاهلي برضه كجدول عاوز يحافظ على الصداره، فرقه النجوم ما زالت برضه حتى اخر لحظه برضه لو هي الفرقه ما عندهاش امل
كل لعيب في فرقة النجوم أما بيلعبوا فرق القمة يا كابتن بالنسبة لهم المباراة دي بتبقى فرصة كبيرة جدا لعرض مهاراتهم على بقية الأندية، فتلاقي كل فريق بيبذل قصارى جهوده وخاصة اللاعبين، فلازم يركز كويس قوي، لازم يكون قريب قوي جوه منطقة الجزاء، مش عاوز يخش جوه منطقة الجزاء بس يبقى قريب منها جدا لسبب بسيط، كل ما الحكم بيبقى قريب من الخطأ بيبقى مقنع جدا عند احتساب الخطأ، حتى لو احنا شايفينها ان الكرة مش واضحة، طالما ان الحكم قريب والخطأ قريب منه فبيبقى اقناع للمشاهد ان الكرة لحد كبير انه لازم يبقى قريب من طبعاً كل طبعا ولازم يهتم من منطقة الجزاء زي ما اتفقنا قبل كده يا كابتن اسلام. الحكم في المباراة كلها ممكن يعمل اللي هو عاوزه، انما الاختبار الحقيقي في المباراة هم حاجتين، الاحداث اللي داخل منطقة الجزاء قراراته اللي فيها سواء باحتساب او باستمرارية اللعب، وطبعا اخطر قرار بيبقى برضه في المباراة اللي هو الكارت الاحمر، ومحمد من الحكام اصلا الهادين قوي اللي على مدار حياته مثلا مش هتلاقي ادى 15 كارت احمر مثلا ولا 14 كارت احمر. طيب اتمنى له التوفيق النهارده يا رب ان شاء الله. طيب وبرضه خلينا نقول ان الاثنين المساعدين بيبقى عليهم دور كبير. تمام، سمير جمال حكم دولي لسه راجع من بطوله افريقيا للشباب تحت 17 سنه وكان معاه امين عمر ومعاه برضه محمود رضا برضه من الحكام المرشحين للقائمه الدوليه، لازم يساعده النهارده. مساعد الحكم الكابتن اسلام مش شرط انه بيديني تسلل او ركله تماس او ركله قمريه، لا اسمه مساعد الحكم. مساعد حكم لو كان حامل رايه كان اسمه الاول لاينز مان، بقى دلوقتي اسيستنت ريفري، بقى مساعد حكم. تمام، مش جاي يرفع تسلل بس او يدي مثلا اوت يمين شمال، لا لازم يبقى في متدخل في اللعب معاه. ايه التدخل في اللعب كحكم يا كابتن؟ وانا كحكم استريح لما الاقي مساعد الحكم معايا، انه في بعض الالعاب انت مش محتاج تصفر عليها خطا او فاول، لا انت بكلامك مع اللاعبين خلي بالك انا قريب منك تشوفها، اما تلاقي الباك والفيرود برضو اما يلاقي الحكم المساعد وهو شايفهم وحاسس بيهم بتقلل كتير جدا من الاخطاء اللي بتحدث جنب خط التماس. انت في كور كتير جدا ممكن تحسب عليها فاول او يكون الباك عنده نيه انه يعمل خطا، اول ما يلاقي الحكم مساعد بيكلمه بيقول له انا شايفك شيل ايدك بلاش شده الفانيلا، دي بتسهل كتير جدا من مأموريه الحكم في الملعب ومساعد الحكم خارج خطوط التماس. اتمنى يا رب كل التوفيق لطاقم التحكيم، ان شاء الله نلتقي بعد المباراه وتبقى مباراه سلسه يستطيع ان ياخذ بها الحكم بالنهايه لبر الامان ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن سمير. شكرا كابتن اسلام. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل زي ما قلت لحضراتكم النهارده ساعه ما قبل المباراه وساعه لربع اللي فاضله ما قبل المباراه عندنا ثلاثه من النجوم الكبار، هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي، تشكيل نادي النجوم ونشوف رؤيتهم لهذه المباراه، هل هي بالفعل مباراه سهله زي ما بعض الصحف وبعض الناس بتقول ولا لسه المباراة صعبة وحيكون فيها أشياء كثيرة جدا ومواقف كثيرة جدا. عموما هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير كابتن أحمد بلال، النجم الكبير كابتن أسامة حسني بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوف حضراتكم في الجزء او ساعه ما قبل المباراه، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ تشرف ومنور. الله يخليك، ده نورك. الله يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا كابتن؟ الله يخليك. كله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك يا كابتن اسلام؟ كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه والشعب المصري كله بخير يا رب. يا رب جميعا ان شاء الله. كابتن فتحي خليني ابدا مع حضرتك وتشكيل النادي الاهلي، شناوي، علي معلول، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، السلية، حمدي فتحي، صالح، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد أزارو، تشكيل ثابت من المباراة السابقة باستثناء وجود جيرالدو وحسين الشحات. يعني جيرالدو حسين الشحات جيرالدو يعني إلى حد ما نقول أن الاستقرار سمة من سمات النجاح، أن هو الثبات وأنه يستقر على الفريق. وبعدين أنا بص الفريق بص كباتن ان انا عندي العمود الفقري اهم حاجه عندي لم يتغير، اللي هو الشناوي لم يتغير، عندي ياسر او ايمن ما اتغيرش، قدامه الاثنين سليه ما اتغيرش، صالح جمعه ما اتغيرش، ازارو ما اتغيرش، ده العمود الفقري بتاع الفريق ما اتغيرش فيه حاجه خالص. ده دلاله ان الفرقه بدات الى حد ما تثبت وتستقر على ان احنا في الطريق الصحيح، ودي بتدي دلاله او ان الراجل بقى دلوقتي خلاص احنا في الامطار الاخيره والمباريات الاخيره لسنا 3-4 مباريات، المباريات دي قادرين ان احنا بالتشكيل ده
ان شاء الله باذن الله هنتفوق وباذن الله نقدر نادي. والاخطاء اللي هو كان حصلت في المباراه السابقه اكيد هو صلحها، مش هتحصل لان اللعيبه لم تتغير. يعني ما مش جاي له لعيب جديد ما هوش عارف هو هيقول له انت عملت ايه ولا ما عملتش ايه، لا هو عارف اللعيبه دي، فكان شغله في الايام اللي فاتت ما هي الا تغيير او اصلاح في النواحي الخططيه بالاضافه الى التركيز على النواحي الخططيه اللي هيلعب بها فريق نجوم. كابتن فتحي بس خلينا نروح لكريم احمد مراسلنا من ارض الملعب برضو نشوف اجواء ارض الملعب. اتفضل يا كريم. بك من جديد يا كابتن اسلام الشاطر، وكل التحيه لكل مشاهدينا ونجوم الاستوديو التحليلي. بالفعل احنا متواجدين طبعا في استاد بيترو سبورت، خلاص لحظات بسيطه جدا ولاعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تجري عمليات الاحماء. نزل من قبلهم لاعبي نادي النجوم بيجروا عمليات الاحماء. بشكل عام اجواء تركيز على اعلى مستوى كالعاده كل معسكرات فريق النادي الاهلي وبالتحديد هذه المرحله يا كابتن اسلام، في محاضرات فنيه كثيره ومحاضرات تحفيزيه كمان، تاكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ وحديثه مع اللاعبين في كل مباراه لابد ان تكون شخصيه النادي الاهلي متواجده في القتال، في الروح القتاليه، في اللعب لاخر الثانيه. ده الكلام والاحاديث اللي بتدور خلال معسكر فريق النادي الاهلي وخلال ال 48 ساعه بالتحديد الماضيه في التدريبات. ايضا كمان وكان جزء مهم جدا من خلال متابعتنا للتدريبات اليوميه على شاشه قناه النادي الاهلي مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني، في ثلاث تدريبات مستمرين في كل تدريب، التصويب، الكروسات، التمركزات الدفاعيه، ده كمان اهدار الفرص. واهدار الفرص ده كان امر مهم جدا، اتكلمت مع الكابتن محمد يوسف عليه قال بنقوم بشغل كبير جدا داخل التدريب، ولكن في اختلاف بشكل كبير في المباريات كما تعلم كابتن اسلام، ففي مجهود بيبذل فنيا داخل الملعب بنتمنى ان هو النهارده ان شاء الله يتطبق في مباراه اليوم مباراه الاهلي والنجوم. ارضيه الملعب كالعاده بنتكلم عليها معاك يا كابتن اسلام، يعني ارضيه بيتر سبورت متهالكه بشكل بسيط، ويمكن كمان في اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام لعيبه النادي الاهلي في هذا التوقيت خلاص يمكن نازله تجري عمليات الاحماء زي ما تحدثت معاك ومع كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه جيده يستفيد بها النادي الاهلي اداء فنيا ان شاء الله، بلاعبتنا تكون في المعادل، طاقم التحكيم كمان النهارده يكون موفق في هذه المباراه. لكن لو بتكلم على حاله التركيز الشديده والحاله المعنويه باكد عليها بشكل كبير يا كابتن اسلام، كل اللعيبه عندها ثقه كبيره ان شاء الله ان هي تدريجيا مع المباريات الاخيره الفريق النادي الاهلي تصل الى الرقم 82 نقطه باذن الله النادي الاهلي يتوج بهذه البطوله الصعبه والمنتظره. لكن كل التركيز النهارده في مباراه اليوم، خلاص يمكن النادي الاهلي اختتم محاضرته الفنيه داخل غرف خلع الملابس، مستر مارتن لاسارتي اتكلم بشكل كبير على عدم الاستهانه بالمنافس نظرا لتواجد نادي النجوم في ترتيب الجدول الدوري، يمكن عنده مشكله بشكل كبير جدا في ترتيب جدول الدوري، لكن اكد بشكل كبير جدا مستر مارتن على اهميه ان ما يكونش في استهانه باللاعبين ويكون التركيز، تحرز هدف واثنين وثلاثه ده امر مهم ومشروع جدا في كره القدم. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام نكون معاك لحظه بلحظه نتابع المباراه باذن الله، وعقب انتهاء المباراه يكون النادي الاهلي فائز اداء ونتيجه، ونكون معاك من خلال لقاءات من استاد بيترو سبورت للجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم. كابتن بلال برضو عايزك برضو أقول الأول تشكيل نادي النجوم أمام النادي الأهلي، محمد الشحات في حراسة المرمى، كريم فؤاد وأحمد ربيع وفتح الله وخالد عبد الرازق، وثلاثي في وسط الملعب حليمه وإسلام حازم وأحمد أيمن وإسلام الفار وأيمن غباشي وصلاح أمين، ده الثلاثي الهجومي الأمامي. بدلاء نادي النجوم في مباراة اليوم أحمد سعيد، جرجس، مجدي صالح، نادر الطويلة وتوسيني ميليو وأحمد عبد الفتاح ومهاب ياسر وأحمد رفعت أحمد. ده تشكيل نادي النجوم. أولا عايز أعرف تعليقك على تشكيل النادي الأهلي كابتن بلال. خليني أقول لك إن يمكن الراجل واضح إن هو مركز بشكل كبير جدا جدا، وكل المباريات بالنسبة له زي بعضها. النهارده بيلعب فرقة النجوم هي الأقل في الدوري العام، في فرقة ترتيبها الأخير في الدوري العام، فبالتالي مباراة ممكن تكون على الورق مباراة سهلة بالنسبة للنادي الأهلي، ومع ذلك النهارده برضه بيلعب بنفس التشكيل، ما عندوش حتة إن هو هيغير عشان يريح بعض اللاعبين، لا هو بيلعب النهارده الموفق دايما بيلعب، مش هنقول الكويس اللي بيلعب والوحش ما بيلعبش، لا الموفق هو اللي بيلعب، بدليل إن النهارده موجود أجاي بره ال 18، ناصر ماهر النهارده موجود بره ال 18، فبالتالي هو مركز على اللعيبة الحاله البدنيه اللي الجيده بالنسبه لهم، هو دول اللي بيلعب بيهم النهارده، وهم وبقيه اللعيبه برضو اللي شايف ان هو الحاله البدنيه بالنسبه لهم او الموفقين بشكل عام هم اللي موجودين برضو على دكه البدلاء. فالنهارده واضح ان المدير الفني بيشتغل على كل مباراه اسلام زي ما اتفقنا قبل كده، هي مباراه كاس بالنسبه له، مش هيفرق هو بيلعب مين، بيلعب النجوم زي ما بيلعب الجيش زي ما هيلعب الاسماعيلي، هي الفكره بالنسبه له انا عندي مين الاجهز في الوقت الحالي هبتدي اشتغل عليه. يمكن بقاله فتره بيشتغل على الحته دي، النهارده يمكن خلاص التغيير اللي بيحصل تغيير او تغييرتين على الاكثر في كل مباراه، النهارده بيغير جيرالدو بيدخل مكانه حسين الشحات، رمضان صبحي
ثابت، صالح جمعه ثابت، وليد ازارو ثابت، السته اللي موجودين في الاربعه في قلب الدفاع والاثنين الميد فيلدر الاثنين ثابتين في كل المباريات. فالنهارده عنده تغييره بسيطه جدا بيعملها بيشتغل عليها. اللي ما بيكونش عنده توفيق في المباراه هو ده اللي بيتم استبداله وبينزل واحد تاني على انه ممكن يكون موفق في المباراه اللي جايه. عشان كده انا عايز اقول لك هو ده حته ثبات التشكيل من الحته دي. النهارده الراجل شايف ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي هم الاجهز بدنيا، هم الاجهز فنيا. مش هنتكلم على المباراه لان احنا قلنا كل المباريات هيتعامل معاها مستر لاسارتي كل مباراه زي الثانيه، بغض النظر عن ترتيب الفرق، بغض النظر عن امكانيات الفرق اللي موجوده صغير زي كبير، هي مش فارقه معاه. هو اللي فارق معاه مين اللعيب اللي عندي الفايق، مين اللعيب اللي عندي حالته البدنيه افضل، حالته النفسيه افضل، حالته المعنويه افضل، الموفق داخل الملعب. يمكن جيرالدو واجايه بقى لهم ماتشين غايب عنهم التوفيق شويه، فالنهارده بيطلع جيرالدو بره ال 18 وبيحط بيطلع اجايه بره ال 18 وبيحط جيرالدو على دكه البدلاء وبيلعب حسين الشحات. هي دي حته التبديل الخفيفه الصغيره. عشان كده النهارده يمكن كابتن قال حاجه مهمه جدا، انك ثبات العمود الفقري مهم جدا، انك تلعب الاربعه الموجودين واثنين اللي قدامهم دول مهم جدا، لان دول ما ينفعش يبقى فيه حاله تغيير دايما. دايما حاله التغيير بتكون في الحته اللي قدام، لان دي بتعتمد اكتر على المهاره، مش على كابتن، مش على الاتزان، مش على الانسجام، لا بتعتمد على المهاره اكتر. صالح جمعه الحته اللي بيلعب فيها رمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعه ووليد ازارو بيعتمد على مهاراتهم الفنيه اكتر بكتير من حته الانسجام، حته الوقفه الصح في الملعب، حته ان الاثنين يبقى دايما عندهم ربط مع بعض، عكس الاثنين اللي موجودين في القلب ايمن اشرف طيب. وياسر ابراهيم. معلش طيب لغايه لما يجي لنا كمل قبل ما كنت عايز تقول حاجه. انا عايز اقول في اختلاف في اختلاف ما بين انك ما بين حته اللي موجود فيها ايمن اشرف وياسر ابراهيم، دول لازم الاثنين اللي بيلعبوا مع بعض لازم يكونوا دايما بيلعبوا باستمراريه مع بعض، ما ينفعش تشيل واحد تحط واحد ثاني، لانك الحته دي بيبقى فيها ترابط شديد جدا. يعني انت شايف ان التشكيل ده من وجهه نظرك هو تشكيل جيد؟ انا شايف ان الراجل بيتعامل مع التشكيل بشكل واقعي جدا. الافوق الافضل هو اللي موجود في الملعب. اللي عنده توفيق هو اللي موجود داخل ال 18 او داخل الملعب. اللي ما عندوش حته التوفيق هو اللي موجود بره ال 18 يا كابتن، او حتى موجود كمان على دكه البدلاء. معلش يا بلال، خلينا نروح للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، نعرف منه ماذا يحدث. استاذ شريف ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام، استاذنا الكابتن فتحي نصير والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني ولجمهور النادي الاهلي العظيم، وكل التوفيق النهارده للفريق الاول لكره القدم ان شاء الله في المباراه المهمه مع النجوم، يعني في طريق حفاظ بطولته المفضله والفوز بالبطوله رقم 41 ان شاء الله. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. استاذ شريف، في بيان خرج من مجلس اداره النادي الاهلي، يعني لو حضرتك تقدر تقول لنا ماذا حدث؟ هو تعليقا على ما حدث بالامس بخصوص موضوع شركه بريزنتيشن. نعم. والحقيقه يعني مجلس اداره النادي الاهلي بينظر الى شركه بريزنتيشن انها شريك وليست فقط صاحبه الحقوق الخاصه بالرعايه او بالبث التلفزيوني يا كابتن. وحضرتك قلت كده امبارح. نعم. صحيح، يعني حتى واحنا بنعلن انا قلت ان احنا ما كناش نحب نصل الى هذا الامر، يعني او مجلس اداره النادي الاهلي يعني، وانا بعبر عنه لانه شركه بريزنتيشن هي شريك للنادي الاهلي. الحقيقه انه النهارده حصل تطور وحصل تواصل كبير ومهم بين الادارات المعنيه سواء في شركه بريزنتيشن او عندنا في النادي الاهلي، اثمرت هذه الاتصالات والتواصل عن الحقيقه تقريب وجهات النظر والوصول الحل يحفظ ويؤكد حقوق النادي الاهلي. وشركه بريزنتيشن حقيقه يعني اكدت انها ملتزمه بالجدوله وبالسقف الزمني الموجود، وبالتالي الامور عادت الى سيرتها الاولى كابتن اسلام، ويعني انجاز لنا ان نسمي هذه الزوبعه او الازمه ان نسميها كذلك. فانا بقول لحضرتك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي انها انتهت تماما، والتعاون قائم وبناء ومستمر بين النادي الاهلي وبين شركه بريزنتيشن طبقا للعقود الموقعه. إذن الموضوع انتهى تماما، وبداية من دلوقتي شركة بريزنتيشن الشريك النادي الأهلي في كل الأمور خلال الفترة القادمة. صحيح، وده استكمالا لتعاقدنا معهم، وزي ما كنا بنقول دايما أنه العقد شريعة المتعاقدين، ومن الأهمية بمكان أن كل الأطراف يعني تكون حريصة على يعني احترام هذه التعاقدات وحفظ حقوق الآخر. والنادي الأهلي حريص الحقيقة على شركة بريزنتيشن وعلى دعمها، وكلنا ثقة أيضا أنه شركة بريزنتيشن تعلم وتقدر قيمة النادي الأهلي ومكانته الكبيرة، وبالتالي هي حريصة
انها تستكمل هذا التعاقد الموقع لمده 4 سنوات، يعني مع احترام كافه الحقوق المختلفه في الرعايه وفي حقوق البث. فالحمد لله انه هذه الازمه انتهت على خير، وصفحه جديده بيبداها النادي الاهلي مع شركه بريزنتيشن، هذه الشركه الوطنيه شريكه النادي الاهلي زي ما قلت. اذا شكرا جزيلا يا دكتور استاذ شريف على ما او البيان الصادر من مجلس اداره النادي الاهلي، الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، تعليقا على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. وخلاص يا جماعه صفحه واتقفلت وبدايه صفحه جديده منذ اليوم بعوده الشراكه ما بين النادي الاهلي وشركه بريزنتيشن. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، عايز اعرف برضو وجهه نظرك في تشكيل النادي الاهلي. يعني انا مع كابتن فتحي والكابتن بلال زي ما قالوا، في ثبات في التشكيل، هو باستثناء واحد حسين الشحات دخوله من البدايه، وانت في الامطار الاخيره ما ينفعش ان انا اغير كتير في التشكيل ولا اغير في اسلوب اللعب، هو نفس طريقه اللعب 4-2-3-1. النهارده مهم جدا البدايه من لعيب النادي الاهلي، الضغط العالي المبكر من بدايه المباراه، خلق الفرص. النهارده هتلاقي فيه مساحات مقفل النهارده كابتن رمضان السيد. صعوبه المباراه انك تلاقي مدرب بحجم كابتن رمضان السيد، مدرب عنده خبرات كبيره يقدر يتعامل مع المباريات الكبيره زي النادي الاهلي. هتلاقي النهارده ممكن مقفل النهارده المساحات شويه على النادي الاهلي، لكن مهم جدا ان احنا نشتغل على الاطراف، خاصه ملعب انبي من ملاعب البترو سبورت ملعب ضيق، فانت النهارده مهم جدا يبقى عندك تنوع في الهجوم. الاطراف مهم انها تشتغل النهارده، علي معلول واحمد فتحي النهارده، صالح جمعه مع وليد ازار ومحسن الشحات، كل الكرات العرضيه لازم يبقى في كثافه في منطقه ال 18 عشان الكره اللي بتعدي الكره الثانيه لازم يبقى فيه ناس بتكمل عشان الفرص. مهم جدا برضو اللي شفناها الملاحظه في المنشط المصري والجيش، حته استغلال الفرص. النهارده ما ينفعش الشوط فرصه في الثانيه في الثالثه، لا، في وقت لازم احسم بقى ومبكرا عشان ابدا ارتاح ويبقى عندي اريحيه في اللعب، تريح الناس كمان، وتريح الناس. طول ما انت 1-0 طول ما العمليه معلقه، زي ما شفنا في مباراه طلائع الجيش 1-0 الشوط الثاني سيناريو ثاني، حصل تعادل بدات تدخل في حسابات ثانيه خالص. انت الشوط الاولاني كنت بتقدر تضيع اهداف كتير، فالنهارده استغلال الفرص مهم جدا في المباراه. حاجه مهمه جدا النهارده صلاح امين من اللاعبين اللي بيجيد التحرك، لعيب ذكي داخل الملعب بيمتاز بالسرعه، وانت النهارده في الحاله الهجوميه وقفه مهمه جدا من ايمن اشرف وياسر ابراهيم، وخاصة أيمن أشرف، أيمن أشرف ساعات بيسرح شوية وأنت في الناحية الهجومية عايز يعني رجليه بتاخده دايماً، عايز يبقى باك ليفت وعايز يكمل وبتاع على حساب الناحية الدفاعية، لا، النهاردة أنت بتلاعب مهاجم يعني ذكي زي صلاح أمين بيقدر يستغل الفرص، هدافين الدوري كمان وبيتحرك تحركات كويسة وسريع بياخد في مساحات. فالنهاردة مهم جدا الرقابة من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف دايماً على صلاح أمين، دايماً يبقى فيه العمق، لو أيمن أشرف ماسك ياسر ابراهيم نازل خطوتين ثلاثه يدي نفسه مساحه التغطيه. وليد ازارو يعني بيعمل مجهود كبير جدا داخل الملعب، المباراه المصري احرز هدف، مباراه قصدي طلائع الجيش احرز هدف، المصري ما سجلش لكن صنع هدفين، دوره مهم جدا في الملعب. زائد صالح جمعه، صالح جمعه يعني شكل النادي الاهلي مع دخول صالح جمعه بالرغم انه لسه ما اكتملش فورمة صالح جمعة بنسبة 100%، لكن مهم جدا ومؤثر جدا من خلال تحركاته، من خلال حتى الباص دايما بيعمله بيبقى مؤثر للمهاجمين لحسين الشحات. حسين الشحات نتمنى له النهارده التوفيق بداية من الأول، نتمنى له التوفيق إن شاء الله يتحرر بقى من الضغوط اللي عليه. المباراة اللي فاتت رغم إنه شارك في الشوط الثاني لكن أنا من وجهة نظري أدى يعني في الوقت اللي أدى فيه كان مميز في الوقت اللي فيه. تمام، هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم.
أملا في الانفراد بصدارة الدوري الممتاز، يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره النجوم عند 7 مساء اليوم الأحد على أرض ملعب استاد بيتروسبورت في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 29. يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات وحصد نقاط 3 من أجل الانفراد بصدارة الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 64 نقطة متساويا مع بيراميدز صاحب المركز الأول في عدد النقاط، لكن فارق الأهداف لصالحه، بينما يتذيل نجوم جدول الدوري برصيد 25 نقطة. يخوض أبناء مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حالة التألق والانتصارات التي يعيشها الفريق خلال الفترة الأخيرة، محققا الفوز في المواجهة الماضية على طلاع الجيش بهدفين مقابل هدف في الرمق الأخير، ومن قبلها الفوز على المصري بهدفين نظيفين. حرص الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت على أداء اللاعبين، كما عقد جلسة خلال الساعات الماضية شدد خلالها لاسارتي على أهمية مواصلة الانتصارات والقتال على التتويج ببطولة الدوري. حذر لاعبيه من الاستهانة والاستهتار بالمنافس الذي سيخوض المباراة بحثا عن نتيجة إيجابية تدعم موقفه في البقاء ببطولة الدوري. فيما بات الأنجولي جيرالدو جاهزا للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة طلاع الجيش، وتم استبداله على أثرها حيث كان يعاني من آلام في الرأس، وتبقى مشاركته في المباراة وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني. على الجانب الآخر، كثف رمضان السيد المدير الفني للنجوم من الجرعات النفسية للاعبين، طالبهم بالالتزام بالتعليمات، وسيدعم صفوف الفريق في مباراة اليوم صلاح أمين وعمر السيسي بعدما غاب الثنائي عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية والتي خسرها النجوم بهدفين مقابل هدف. شدد الجهاز الفني على اللاعبين بنسيان نتيجة المباراة الماضية التي خسرها أمام الاتحاد السكندري والتركيز في المباريات المقبلة بداية من مواجهة الأهلي الليلة، وكان ذلك وفقا للميران الأخير للفريق، فالجهاز الفني يعتمد على تضييق المساحات على لاعب الأهلي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، الكل بيعتبر هذه المباراه او البعض بيعتبر هذه المباراه مباراه سهله من وجهه نظره، ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ مفيش حاجه اسمها سهل. المباراه دي هتظل مباراه في صعوبه في الحالتين. المرحله الاولى انها هتبقى متماسكه لان في مدرب وبيلعبوا النادي الاهلي فهيظلوا متماسكين، بس عشان كده الراجل بيلعب لعيبه كوره انهم يقدروا يمسكوا كوره مع الفرقه اللي هتلعب قدامهم. وانس او في فرصه انك انت تسجل هدف، هذه المباراه او اللعيبه دي هتفك، كل واحد هيبدا يلعب لنفسه. هيلعب لنفسه ليه؟ لان هيحس ان فرقته هبطت، وبالتالي كل واحد عايز يعرض نفسه وكل واحد عاوز يزود سعره، فهتزيد الصعوبه ان كل واحد دلوقتي هيبقى متحمس اكتر من اللازم، بس هتبقى فيها زيطه في الملعب، يعني مش هيبقى فيه اللعب الجماعي، مش هنلاقيه في فرقه النجوم، لكن هنلاقي النواحي الفرديه، كل واحد عايز يثبت نفسه وكل واحد عايز يثبت ذاته، مش لغرض الفرقه الاول، لغرض نفسه، لان هو خلاص الفرقه يقول لك هبطت. لو ان شاء الله باذن الله لما الاهلي يسجل هدف هنحس بالاحساس ده وهنشوفه، هنلاقي الفرقه اللي قدامك اتغيرت وكله فك من النواحي الخططيه اللي بيلعبوا بيها، وبداوا انهم يلعبوا كل واحد عايز يظهر زي ما قلنا كل واحد له وكيل. فبقول له انت قدامك 3 ماتشات، لازم تديني اقصى حاجه في الثلاث ماتشات دول عشان ازود سعرك، لما تبقى في النجوم بسعر عالي او هتنتقل لنادي تاني برضه بسعر عالي. اذا هو ده المعرض بتاع هؤلاء اللاعبين اللي هيلعبوا غير لعيبه النادي الاهلي، هدفهم واحد اللي هو بطوله الدوري. فهنلاقي الصراع مختلف، صراع النادي الاهلي فرقه جماعيه هتلعب الخطوره، وقت ما انت ان شاء الله بامر الله اما النادي الاهلي يسجل هدف هتشوف انت شكل الفرقه اتغير، هتفك وهتبقى الفرديه هي اللي طاغيه على الاداء. تمام كابتن بلال،
اعتماد النادي الاهلي الدائم على علي معلول وعلى احمد فتحي ومن امامهم رمضان صبحي والنهارده حسين الشحات، هل من الممكن ان تتغير هذه الاستراتيجيه النهارده ويبقى في لعب في العمق زي ما اسامه قال؟ اعتقد يمكن بوجود صالح جمعه الامور يعني اصبحت بتختلف شويه. صالح جمعه من اللعيبه اللي بيحب يلعب في قلب الملعب بشكل كبير يعني او بشكل دائم. المباراه اللي فاتت يمكن 3 4 ثروهات من نص ملعب يا كابتن، منهم الهدف اللي سجله وليد ازارو ثرو رائع جدا، قبليها برده كره لجيرالدو. فصالح جمعه من اللعيبه اللي بيحب دايما يبص قدام، تمام، بيحب دايما يروح من قلب الملعب، ودي حاجه يمكن افتقدناها المباريات كتيره جدا جدا جدا. فوجود النهارده صالح في الملعب ممكن يخلينا ان احنا نخترق في بعض الاوقات من قلب الملعب، يعني خلاص احنا كنا الاول بنلعب على اطراف الملعب وكان دي نقطه القوه عند النادي الاهلي. النهارده بقى عندك تنويع، اصبحت بتنوع، بتلعب من قلب الملعب، بتلعب من على اطراف الملعب، ودي حاجه مهمه جدا جدا خاصه مع الفرق الصغيره. الفرق الصغيره عشان تقدر تكسب النهارده فرقه النجوم بالتكتلات والكلام اللي قال عليه الكابتن من شويه، انك لازم يبقى عندك يا كابتن سرعه في الاداء، تبقى كورتك سريعه جدا في نفس الوقت بتستغل المهارات الفرديه اللي موجوده. الماتشات لما بتلعب فرقه صغيره يا اسلام دايما المهاره الفرديه بتفرض نفسها في اوقات كتيره جدا من المباراه، لان انت عندك تكتل، عندك زحمه في الملعب، يتحل الكلام ده بالسرعه باللعب على اطراف الملعب، كمان بالمهارات الفرديه بتاعه اللعيبه اللي موجوده عندك. الحاله الفنيه اللي موجود عليها اللعيبه النهارده خصوصا اللعيبه الثلاثه اللي تحت الفرد، هم دول اللي هيبقوا الفارق النهارده في اداء النادي الاهلي. رمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعه حالتهم الفنيه داخل الملعب والبدنيه هتبقى علامه فارقه كبيره جدا في اداء النادي الاهلي. لو اللعيبه دي النهارده فايقه في الملعب يا كابتن بالسرعات بتاعتهم بالمهارات الفرديه، هتلاقي النادي الاهلي النهارده متميز جدا في الحته الهجوميه. هم عليهم دور كبير جدا جدا، لان النهارده في رقابه، اعتقد ان ممكن النهارده فرقه الكابتن رمضان السيد النهارده يلعب حته مان تو مان، هيمسك النهارده في كل طبعا لانه هيلعب زون ديفنس ويبتدي يحط مان تو مان. لا اعتقد النهارده الاثنين الباكين رايت بتوعه مش يعني خالد عبد الرازق وكريم فؤاد مش هيطلعوا يكملوا في الهجمات، هيبقوا دايما كانهم يعني اثنين سنتر باكس او اثنين مساكين اضافيين بالاضافه الاثنين اللي موجودين في قلب الملعب، عشان هو بيلعب النادي الاهلي وعارف ان دايما النادي الاهلي بيعتمد على الاطراف. زي ما اتكلمت من شويه ان كان في ادوار كبيره لاحمد فتحي، في ادوار كبيره علي معلول، وهو عارف ان النادي الاهلي خطورته دايما بتيجي من الاطراف، خطورته دايما بتيجي من الاثنين، يبقى لازم يحصل تنوع فهيلعب فطبعا لازم يحصل تنوع. فعشان كده بقول ان النهارده الثلاثه اللي موجودين تحت الفرود التحركات بتاعتهم ان هم النهارده ما ينفعش يبقى عندهم ثبات، ما ينفعش رمضان صبحي يبقى دايما بيلعب ناحيه الشمال، ولا حسين الشحات دايما بيلعب ناحيه اليمين، ولا صالح جمعه في الاداء مركزيه طبعا ما يبقاش مركزيه، لان انت بتلاعب فرقه تقريبا الاربعه اللي ورا سردباكات مساكين، الاربعه مساكين، تحرك بدون كوره مهم النهارده اكيد بشكل كبير جدا يا اسامه. النهارده وليد ازارو برده تحركاته على الاطراف يعني عايز اقول مش هتبقى مطلوبه بشكل كبير يا كابتن. النهارده لازم تتحرك بسرعه جدا، يعني الحاجات اللي هي فيها 10 متر السبرنتات القصيره عشان تستغل المباراه اللي مش هيساعدك انك تاخد عشان تستغل المباراه اللي موجوده بتاعه صالح جمعه. النهارده عندك لعيب وانا عندي لعيب صالح جمعه بيعرف يعمل لي ثرو اسلام من اي مكان، لازم حته السبرنت ال 10 متر ده بس اللي اشتغله طول المباراه، ما تخرجش بره وتزود الكثافه العدديه على اطراف الملعب، لان انت اوريدي عندك اثنين لعيبه بره عندهم مهاره وعندهم امكانيات عاليه جدا يقدروا يستغلوها. تمام اسامه، التغييرات النهارده او النهارده دكه البدلاء هشام محمد وليد سليمان رامي ربيعه جيرالدو محمد هاني صلاح محسن، كيف يمكن استغلال مجموعه اللاعبين اللي خارج الملعب؟ لو تاخر الفوز طبعا اقرب الناس اللي تبقى موجوده وليد سليمان جيرالدو صلاح محسن، دول اقرب الناس اللي يكونوا موجودين. شفنا المباراه اللي فاتت وليد سليمان عودته ما شاء الله مؤثره داخل الفريق وعنده من الخبرات انه يعني في الاوقات الصعبه بيبقى ليه شخصيه داخل الملعب، شفناها في الوقت القليل. التغييرات كانت فيها جرأه ومجازفه طبعا، لازم تجازف، انت خلاص محتاج المكسب، فانت النهارده بتطلع مدافع بتنزل مهاجم او تطلع وسط ملعب بتطلع مهاجم، فانت النهارده لازم يبقى في مجازفه. النهارده لو تاخر الفوز يبقى وليد سليمان جيرالدو صلاح محسن، حتى لو ربنا اكرمنا وكسبنا ممكن يكون وليد سليمان برضو ليه دور النهارده، خاصه انك انت عايز تكسبه للفتره الجايه. الفتره الجايه هيبقى عندك مباريات مهمه محتاجه فيها خبرات، محتاجه لعيب عنده شخصيه. وليد سليمان من اللعيبه من هذه النوعيه يعني. في عندك شريف اكرامي نقول له طبعا الحمد لله على السلامه، يعني فتره اصابه طويله. محمد هاني كان برضو عنده جهاد في العضله الاماميه ورجع برضو من المفاتيح اللعب المهمه ناحيه اليمين مع احمد فتحي خلاص بدا يثبت. فهم دي الناس الموجوده يا كابتن اسلام، وليد سليمان جيرالدو صلاح محسن، دول اقرب الناس الموجوده ممكن تكون ليها دور النهارده. احنا بلال والكابتن فتحي اتكلموا عن الثلاثي اللي تحت وليد ازارو حسين الشحات صالح جمعه رمضان صبحي، لازم اضيف عليهم عمرو السوليه لاعب الخافي اللي بيجي دايما من تحت النهارده هيبقى ليه دور مهم النهارده مع الرقابه اللي هتبقى
من الكابتن رمضان للاعيب النجوم لاعيب النادي الاهلي. النهارده لما يجي لاعب جناح يعمل الزياده يقدر يعمل الباص المظبوط وكمان يبقى ليه دور. عمرو السوليه بيدخل ال 18 كمان سواء في الكرات العرضيه بيكمل. فالنهارده ان شاء الله عمرو السوليه برده ليه دور مهم جدا مع وقفه حمدي فتحي في التامين بقى لكل الناس اللي بتهاجم في اللحظه دي. تمام. كابتن فتحي الرباعي الدفاعي علي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم واحمد فتحي الحقيقه من الواضح جدا التماسك وان هم الانسجام خلال الفتره كتر الماتشات يا كابتن كتر الماتشات بيدي انسجام اكتر لان هم مثلا قبل كده ياسر لما بيلعب مع ايمن اشرف بعد فتره ماتش وكان دايما في تغييرات كتير. دلوقتي بقى في ثبات. طالما في ثبات اذا في كلام كتير لان في اخطاء حصلت قبل كده طبعا. ومن تالي ان هتبص للاخطاء دي بتقل. انا عايز بس اضيف حاجه احنا لازم نكون عارفينها بالنسبه لصالح جمعه. هذا اللاعب اللي هو عنده الاجابه للسؤال لاصعب سؤال في كره القدم يقول لك متى واين وكيف. متى واين وكيف؟ امتى تباصي لما تكون معاك الكوره؟ امتى تباصيها وفين هتباصيها وازاي تباصيها؟ لو نفكر فيها عشان كده دي موجوده في صالح جمعه. متى واين وكيف؟ امتى هيبصيها وبيبقى عارف هيبصي مثلا الكلام ده عشان بلال قال وسام قال. امتى هيبصيها له؟ طب عارف التوقيت ده هيبصيتها متى؟ اين هيحطها له؟ فين؟ يحطها له ناحيه اليمين؟ يحطها له ازاي؟ وبعدين ازاي وكيف؟ كيف يعني قلب وش رجله الخارجي وبطن رجله ولا هيعملها له لب ولا هيعملها له شب؟ كل الامكانيات دي موجوده في صالح جمعه. ودي اللي بتميز هذا اللاعب دلوقتي وبيجي من وراه برضه نفس الحكايه. طيب. سوليه عنده القصه دي برضه. بس وحضرتك بتتكلم معانا وصول مجلس اداره النادي الاهلي الى استاد بترو سبورت الاستاذ طارق قنديل والاستاذ دكتور مهند وطبعا كابتن هاني رمزي مش مجلس اداره الاهلي لكن كابتن هاني رمزي المدرب العام لمنتخبنا الوطني الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين دائما حرص من مجلس الإدارة على التواجد في كل المباريات خلف الفريق. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا يعني زي ما حضراتكم شايفين عنده لسه بعض التعب ولكن دائما خلف الفريق ودائما واقفة خلف فريق النادي الأهلي. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي أيضا للنادي الأهلي. الكل الحقيقة على قلب رجل واحد خلال المباريات القادمه وكالعاده او دائما الحقيقه ده بيحصل. هو ده النادي الاهلي. نعم هو ده النادي الاهلي يعني الوصف اللي انت بتوصفه دلوقتي وهذه المجموعه المميزه اللي راح كده ده النادي الاهلي. مش انه هشوفهم من بيتهم لا رايحين وبيتابعوا رغم ان كل واحد هم مش شغالين في النادي الاهلي يعني كل واحد له اعماله وكل واحد له وظايفه واللي في شركه واللي في مصنع واللي في كده لكن وقت النادي الاهلي بيستقطعوه لان هي دي من الروح الفانيلا اللي انت دايما بتتكلم عليها اسمها روح الفانيلا. روح الفانيلا ده بالنسبه والله بجد كل ما حد يشوفنا مش يعني الناس ما بتشجعش الاهلي يعني اما كل شويه تقعد تقول لنا روح الفانيلا الحمراء هي ما حسوش بيها يا كابتن. طول ما انت يعني الناس دي بقى وفي منهم لعيبه كوره برده ما لعبوش جوه النادي الاهلي فبقول لهم دايما ايه بس خلاص بطلوا يا عم اسامه والله ما حدش عارف يرجع هنقول لهم ارجعوا لمرانه تاني. فهي دي برضو الروح الموجوده عندنا. اذا السؤال الصعب اللي بيميز صالح جمعه متى واين وكيف ودي بقت موجوده عندنا واحنا بنفصصها لك كناحيه علميه. متى امتى هيباصي؟ هو عارف امتى هيباصي. واين هيحطها لك فين؟ هيحطها لي بلال على اليمين ولا على الشمال؟ ازاي بقى هيحطها له؟ عنده القدره. اذا كده ده لعيب تمام ممتاز ومتميز ومن وراء السوليه عنده هذه الميزه برضه. توقعاتك سريعه جدا للمباراه لا اتوقع النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب يعني بس لو الاهلي سجل هدف في بدايه اللقاء يبقى الجيم مفتوح هيبقى الموضوع اسهل بكتير جدا. اسامه اتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يسهلوا المباراه باستغلال فرص من بدايه مش عايز تقول لي مين ممكن يجيب جون؟ انا اتمنى وليد سليمان لو نزل الشوط الثاني يحرز هدف يديله ثقه. احنا لسه هنستنى الشوط الثاني. اتمنى لا الناس اللي تسجل. حسين الشحات مين يا بلال؟ ممكن السوليه يسجل هدف النهارده يعني اتوقع يعني. كابتن فتحي انا شايف ممكن صالح جمعه وازارو. صالح جمعه وازارو عموما خلينا نشوف مين اللي هيجيب اهداف النهارده اذا ان شاء الله. نعم مش هتقول انت كمان تتوقع مين؟ انا بسال بس انا ما بتوقعش. عموما نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. مباراه مهمه مباراه صعبه. يا رب ان شاء الله بعد المباراه نكون دايما مبسوطين ودايما فرحانين. انا هسيب حضراتكم دلوقتي للانتقال لمشاهده المباراه. ان شاء الله ما تنسوش بعد المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم مع نجومنا الكبار كابتن فتحي نصير كابتن احمد بلال
كابتن أسامة حسني. في انتظار حضراتكم بعد نهاية مباراة النادي الأهلي ونادي النجوم، مباراة مؤجلة من الأسبوع 29. شكرا.